بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. روح الفانيلا الحمراء حقيقة تتوارثها الأجيال. روح الفانيلا الحمراء ليست شعارات ولا روايات، هي حقيقة ثابتة وواضحة، واضحة وضوح الشمس، هي سر من أسرار القلعة الحمراء وسبب كبير جدا في هذه البطولات والإنجازات من 1907 وحتى الآن. روح الفانيلا الحمراء هو السلاح الذي يحمله كل من ينتمي لهذا النادي الكبير والعريق. روح الفانيلا الحمراء مقولة ترعب كل المنافسين. روح الفانيلا الحمراء اوعوا تنسوها. منذ قليل استطاع الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي التتويج بلقب دوري المرتبط، نجح في التغلب على فريق سبورتينج في إياب الدور النهائي الذي أقيم على صالة استاد القاهرة الدولي. فاز فريق السيدات الأهلي في لقاء الذهاب بنتيجة 88-75 قبل أن يعود اليوم ويحقق الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 77-45 ليحصد الفريق اللقب. اللقاء شهد ظهور متميز للاعبات الفريق، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق الأول بنتيجة 23-16، فيما انتهت الفترة الثانية باستمرار تقدم النادي الأهلي بنتيجة 44-21، وتعددت الرميات الثلاثية عن طريق ثريا محمد ونادين السلعوة قبل أن تنتهي الفترة الثالثة بتقدم النادي الأهلي بنتيجة 63-31، واستمر التقدم في الفترة الرابعة مع هذا الأداء المتميز الرائع قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 77-45. وقدم سيدات سلة الأهلي عروضا قوية في بطولة دوري المرتبط، حيث وصل إلى المباراة النهائية على حساب فريق سموحة بعد أن فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 84-66 وفي الإياب 92-64. وخلال مشوار سيدات سلة الأهلي في البطولة واجه الصيد في دور الـ16 ونجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب 78-41 ثم 82-70 في مباراة العودة. وفي ربع النهائي فاز النادي الأهلي على مصر للتأمين 88-36 وفي مباراة الإياب بنتيجة 86-58. ودي لحظات التتويج أو لحظات الفرحة بعد نهاية المباراة مع سيدات السلة وفوزهم بأولى البطولات. إن شاء الله تكون افتتاحية رائعة هذه البطولة، زي ما حضراتكم كده شايفين معانا هناك تتويج لفريق السلة سيدات، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وبقية المتواجدين في التتويج. ألف 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 مبروك لسيدات الأهلي، لعلها تكون إن شاء الله بداية خير لفريق السيدات. دائما زي ما حضراتكم عارفين هناك ثلاث أو أربع بطولات أخرى إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية يستطيع أو تستطيع سيدات الأهلي أن تفوزنا بهذه البطولات جميعا. كالعادة النادي الأهلي هو الأول، كالعادة النادي الأهلي هو كل حاجة حلوة الحقيقة دايما بننتظرها. وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين ألف ألف مبروك التتويج الأول لسيدات السلة في النادي الأهلي، حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة. حابين بس ان احنا نبارك للشابات الجميلات اللي على الشاشة ألف 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 مبروك، وإن شاء الله دايما أو دائما تكون الانتصارات. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم أن روح الفانيلا الحمراء هي علامة مسجلة لأبناء هذا الكيان، زي ما حضراتكم شايفين العزيمة والإصرار والتحدي والرغبة في الفوز لآخر دقيقة، دايما الدقيقة 90 وما أدراكم الدقيقة 90، كل هذا بفضل روح الفانيلا الحمراء. دايما كان في كلمة بتقال لا تأمن للأهلي حتى تعود لمنزلك، شعار أطلقه منافسي النادي الأهلي تأكيدا على عدم انتهاء المباراة أمام الأهلي إلا مع إطلاق الحكم صافرته. هذه الروح ليست وليدة اليوم ولا أمس، ولكن على مدار التاريخ والأجيال. روح الفانيلا الحمراء، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير
روح الفانيلا الحمراء سلاح الاهلي الذي يقهر دائما الصعب. اخيرا الحمد لله على السلامه للنجم الكبير واسطوره كره القدم النجم الكبير كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وعوده الحمد لله والشكر لله. بحاول بس اطمن حضراتكم جميعا على عوده الكابتن محمود الخطيب. زي ما حضراتكم شايفين الصوره اللي امام حضراتكم دي من مطار القاهره، كابتن محمود الخطيب يعود الى القاهره بعد رحله علاج. الحمد لله على السلامه يا كابتن، وحشنا جدا جدا وجدا، وحش كل جمهور النادي الاهلي. يعني زي ما حضراتكم شايفين سياده الوزير نائب مجلس الاداره الاستاذ العمري فاروق، الاستاذ طارق انديل، دكتور محمد سراج، كابتن اسامه حسني، الاستاذ جمال جبر، والاستاذ او الدكتور سعد شلبي، كلهم متواجدين في استقبال كابتن محمود الخطيب. الحمد لله على السلامه يا كابتن، الناس كلها مستنياك. بقالنا فتره كابتن محمود كان مسافر بقاله فترة لرحلة علاج زي ما حضراتكم عارفين، فرنسا ثم الإمارات، أو فرنسا ثم السعودية ثم الإمارات ثم العودة مرة أخرى إلى فرنسا، والآن كابتن محمود الخطيب بيعود سالما إلى أرض الوطن. الحمد لله على سلامتك يا كابتن. كل جمهور النادي الأهلي أعتقد سعيد ومبسوط بعودة الكابتن محمود الخطيب قبل أي شيء. إن شاء الله نطمن حضراتكم خلال الأيام القادمة، خلال الأيام القادمة إن شاء الله نطمن حضراتكم على كل تفاصيل رحلة علاج كابتن محمود الخطيب. عاد إلى القاهرة قبل قليل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد رحلة علاجية في باريس استمرت قرابة الشهر ونصف الشهر. كان في استقباله في مطار القاهرة العمري فاروق نائب رئيس النادي، وطارق أنديل عضو مجلس الإدارة، ومحمد سراج عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، والكابتن سمير عدلي إداري الفريق الأول، والأستاذ جمال جبر مدير الإعلام بالنادي، واللواء علاء صلاح الدين مدير أمن النادي، وكابتن أسامة حسني الإعلامي بقناة النادي الأهلي. حتى الصورة اللي أمام حضراتكم دي هي صورة بالفعل إن تدعو فهي تدعو لروح الفانيلا الحمراء. النهاردة روح الفانيلا الحمراء أو الكلام على روح الفانيلا الحمراء جايب لنا حاجات كتيرة جدا أو أخبار سعيدة جدا. تتويج سيدات السلة بأولى البطولات في هذا الموسم، وبنقول لهم مرة تانية ألف ألف مبروك. وأيضا عودة رئيس النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم النجم الكبير كابتن محمود الخطيب إلى القاهرة. هنعرف طبعا بقى خلال الأيام القادمة لو قدرنا طبعا نقول لحضراتكم إيه التفاصيل وكابتن محمود هيعمل إيه خلال الفترة اللي جاية، هنبلغ حضراتكم فورا بهذا الكلام. الحقيقة روح الفانيلا الحمراء، يعني روح الفانيلا الحمراء هم ثلاث كلمات. هذه الكلمات هي كلمات كفيلة ببث الرعب في نفوس المنافسين، وعلى قدم وساق الكل داخل النادي الأهلي بيستعد للمرحلة المقبلة. الفريق بيواصل تدريباته على فترتين بقيادة كولر، يعني كولر بيحاول أنه يستغل فترة التوقف لتجهيز كل اللاعبين. تعالوا مع حضراتكم نشوف تقرير عن الأهلي ونرجع نكمل فقرتنا النهاردة. وكالعادة هتكلم مع حضراتكم عن نجم من نجوم النادي الأهلي، واحد من اللي بيعشقوا الفانيلا الحمراء، النجم عمرو السلية، مايسترو وسط الملعب في النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني، صاحب التمريرات الحاسمة. عمرو السلية مش مجرد لاعب، هو قائد في الملعب وخارج الملعب. عمرو السلية علامة مميزة في القلعة الحمراء. عمرو السلية انضم للنادي الأهلي في 2016، ومنذ هذا التوقيت وهو عنصر من العناصر الأساسية في الفريق. عمرو السلية حتى الآن 263 مباراة، سجل خلالهم 24 هدف، صنع 25 هدف آخر لزملائه في الفريق، وتوج مع النادي الأهلي ب 14 بطولة. عمرو السلية صاحب دائما أجمل الألحان. تقرير عن عمرو السلية مايسترو الأهلي صاحب أجمل الألحان. طيب نروح للمنتخب، وطبعا احنا عارفين ان عمرو السلية بما اننا بنتكلم عن عمرو السلية هيغيب عن مباراة بلجيكا علشان الإصابة، ولكن الحمد لله وشكر الله عمرو نزل دلوقتي أصبحت الأمور أفضل وشارك في التدريبات الجماعية عشان يكون جاهز إن شاء الله للفترة المقبلة في مع النادي الأهلي ومع المنتخب. منتخبنا عنده تحدي كبير أمام بلجيكا وبيواصل استعداداته
النهارده الحمد لله ايضا في الكويت كل اللاعبين شاركوا في التدريبات. ولكن بخصوص هذه المباراه معانا عبر زوم من بروكسل فيتال بروكلمانس، احد نجوم منتخب بلجيكا في التسعينات، وشارك في نسختي كاس العالم 94 و98، ودرب منتخب بلجيكا مع جهاز مارك فليموتس في كاس العالم 2014، وشارك في تكوين هذا الجيل من اللاعبين. في البدايه حابب طبعا ان انا ارحب بحضرتك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي، وما رايك في مباراه منتخب مصر ومنتخب بلجيكا الوديه، وهل ستكون الاستعداد الامثل لكاس العالم؟ ما يمكن أن أقوله بالنسبة للاستعداد والمباراة مع مصر فهو استعداد جيد من وجهة نظري، وأنا أيضا أعتقد أن المباراة ستكون حامية، وأيضا مصر بالنسبة لنا فريق جيد للغاية، وبلجيكا قدمت عروض قوية ولديها فريق قوي وسيستطيعون أن يلعبوا في مباراة جيدة. طيب هنتكلم الأول عن المنتخب الوطني المصري، وكيف يستفيد منتخبنا الوطني من مباراة بلجيكا في ظل غيابه عن كأس العالم؟ كما تعلم مصر في العام الماضي كان لديها فريق جيد وجودة عالية من اللاعبين، ولديكم أفضل اللاعبين في مصر وأيضا أفضل اللاعبين في أيضا محمد صلاح في إنجلترا، فهو بالنسبة لي واحد من أفضل اللاعبين في كرة القدم ومن بين صفوف المنتخب المصري ويلعب مع المنتخب المصري. لدي الكثير من الأصدقاء من مصر هم لاعبين جيدين مثل ميدو، وأيضا مجموعة لعبت معهم، ولكن صلاح على وجه الخصوص هو ربما 10 مرات أفضل من ما سبق، وأيضا الفريق البلجيكي مثل اللاعبين في الفريق البلجيكي أيضا. طيب بما أننا بنتكلم عن محمد صلاح، رأيك طبعا هل تتوقع أن يصنع الفارق لمنتخب مصر أمام المنتخب البلجيكي؟ وعلى الجانب الآخر إيدن هازارد تشيلسي مختلف تماما عن نسخة إيدن هازارد مع ريال مدريد، كيف ترى انضمام إيدن هازارد للمنتخب البلجيكي؟ تعلم عندما تلعب عندما تلعب مع المنتخب الوطني تلعب لبلدك باسم بلدك، بمعنى آخر أنك عندما تلعب في إنجلترا تلعب بطريقة ربما مختلفة، ولكن أنت تلعب بكل حواسك وبكل قلبك مع منتخب الوطني، وأعتقد أنها فرصة جيدة أن يلعبون ضد بلجيكا، لأن بلجيكا كانت لسنوات طويلة رقم واحد في كرة القدم ولديها لاعبين جيدين وعلى مستوى عالي، وأن تلعب مع فريق مثل مصر يجب أن تكون فخور، لأن فريق المنتخب المصري فريق جيد، ونحن نحترم الفريق المصري والمنتخب المصري. وعلى الجانب الآخر الكثير من اللاعبين في مصر يعرفون المنتخب البلجيكي، وأيضا يريدون أن يلعبوا مع الكثير من المنتخبات مثل ألمانيا وأسبانيا، ولكن بالنسبة للاعبين المصريين أو بالنسبة للاعبين البلجيكيين هو شيء يدعو للفخر للعب معهم. طيب حضرتك ما جاوبتنيش على نسخة إيدن هازارد في تشيلسي وتواجده مع ريال مدريد، يعني ما فيش رتم لعب، أنا أقصد أن ما فيش رتم لعب كبير لإيدن هازارد مع ريال مدريد. بالتأكيد هذا حقيقي،
هذا حقيقي ما قلت بالنسبة له، فهو واحد من أشهر اللاعبين في تشيلسي والآن انتقل إلى ريال مدريد، ولكنه لا يلعب، هو مصاب، لا يتمتع باللياقة البدنية الكاملة أو الصحية الكاملة. ولكن بالنسبة لي عملت 4 سنوات ونصف معه، فهو من أفضل اللاعبين الذين تعاملت معهم في حياتي، وهو يحب أن يدرب، يحب أن يلعب، يحب أن يلعب كل يوم مثل الأطفال، ربما يلعب بلاي ستيشن أيضا، ولكن الآن يجب أن يبقى هناك. فهو الوضع صعب للغاية للفريق البلجيكي، هناك الكثير من اللاعبين الذين لا يلعبون، وأيضا هذا لن يكون جيد، وبالنسبة أيضا لكأس العالم في قطر. طيب، هل سينافس المنتخب البلجيكي في كأس العالم 2022 مع المدرب روبرتو مارتينيز بعد الخروج من ربع النهائي في النسخة السابقة؟ بالمناسبة المنتخب البلجيكي من المنتخبات المحببة ل 104 أو 105 مليون مصري، يعني الناس بتحب هنا في مصر تقعد تتفرج على المنتخب البلجيكي لما يملكه من لاعبين على مستوى عالي يعني. Yes. نعم، بلجيكا ربما في 2012 بدأنا بفريق جديد وجيل جديد، والآن هذا الجيل يتمتع بجودة عالية على مستوى العالم، وكل الجمهور حول العالم يحب الفريق البلجيكي، ومن يحب كرة القدم يحبون اللاعبين البلجيك. وأعتقد أن جودة اللاعبين الآن وجودة الفريق تحسنت كثيرا، وأنا أؤمن بالمدرب مارتينيز وهو يستطيع أن يختار، وأعرف جيدا كم كانت المهمة صعبة بالنسبة له أن يختار. قد تخزل بعض الجمهور، الصحافة قد تخزل في بعض الأحيان ويسألون أسئلة لماذا لم يتم اختيار هذا اللاعب، ولكن أعتقد أنه قام بالاختيارات الجيدة ويختار من يمكن أن يستخدمهم لكأس العالم في قطر. من 4 سنوات هذا الجيل من اللاعبين كان مرشح للوصول أيضا لنهائي كأس العالم، تقريبا هم معظم اللاعبين. هل عامل السن وكبر في السن هيفرق مع المنتخب البلجيكي السنة دي، سواء إيجابا أو سلبا يعني؟ هذا صحيح ما قلته بالنسبة ل 2018، الكل حول العالم وفي بلجيكا وفي الصحف قالوا أن بلجيكا ستفوز بكأس العالم في روسيا، والتوقعات كانت مرتفعة للغاية، ولعبوا مباريات جيدة، وقاموا أيضا بعمل مباريات جيدة مع فرنسا، وفرنسا كانت من أفضل الفرق في هذه البطولة. والآن سيذهبون إلى قطر، وبلجيكا سيلعبون، والكل يتحدث عن الفريق البلجيكي، الأرجنتين، هولندا، ألمانيا، فرنسا، ولكن لا أحد يتحدث عن بلجيكا. أعتقد أن لدينا فرق جيدة للغاية في هذه البطولة، وأعتقد أيضا أن بلجيكا لديها فرص جيدة أن تقوم ببطولة جيدة. طيب، حضرتك دربت منتخب الأردن وتعرف كرة القدم العربية، كيف يمكن أن يعود منتخب مصر إلى المشاركة في كأس العالم؟ حد لحضرتك اختيارات، هل بالاهتمام بالشباب والناشئين أم بزيادة عدد المحترفين في أوروبا مثلا؟ أعتقد أن يمكن أن أقول عملت لعامين ونصف في الأردن، وأؤمن
أن اللاعبين أؤمن باللاعبين في هذه الدول، في الكويت، في المغرب، لديهم الكثير من المواهب والجودة العالية، جودة تقنية، مهارات عالية، يركزون على نقاط عديدة. وأيضا يمكن أن ترى جيدا أن لاعبين من مصر والمغرب والجزائر ودول أخرى في إيران والعراق، تراهم يلعبون في أوروبا ويلعبون في فرق كبيرة. ويمكن أن أقول أنكم يجب أن تكونوا فخورون باللاعبين الذين يلعبون في أوروبا، لأن لديهم إمكانيات عالية أن يلعبوا هناك. أخيرا، لو سألتك أربع منتخبات ممكن جدا يصلوا إلى كأس العالم أو ياخدوا كأس العالم، هتقول لي مين؟ بعيدا عن منتخب بلجيكا، خلي بالك. أعتقد الأرجنتين. بالنسبة لي الأرجنتين واحدة من أكبر الفرق الآن. وعندما أرى ميسي بصورة جيدة، وأيضا آخر مرة كان يلعب في كأس العالم، ولكن الأرجنتين كما قلت، البرازيل، فرنسا، هولندا، ولكن ما أعتقد أيضا أن السنغال ستحرز، فهو فريق قوي للغاية ولديه أسماء قوية وأسماء كبيرة، يستطيعون أن يلعبون ويقودون منافسات قوية. وأعتقد أن السنغال، وأأمل أن نكون لدينا الفرصة أن نصل إلى النهائيات، وأن بلجيكا أيضا كان تحرز أي مكان في هذه البطولة، وربما في يوم من الأيام أن يكون لدينا جائزة وكأس نعود به إلى بلجيكا. بيتال بروكلمانس، شكرا جزيلا لوجودك معنا، نجم ومدرب منتخب بلجيكا السابق، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وشكرا على كل هذه المعلومات. الحقيقة النهاردة استقبلنا خبر غريب ومفاجئ، تأجيل قرعة دوري أبطال إفريقيا. كان من المفترض أنها هتقام غدا الأربعاء، ولأجل مسمى تم تأجيلها. طيب، لأجل غير مسمى طبعا. طيب، قبل ما أعلق على خبر التأجيل ده، عاوز ألفت نظر حضراتكم دلوقتي، من دلوقتي أهو في قناة النادي الأهلي داخل البيت الكبير، يوم 15/11/2022 احنا بنسأل، وبمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب وبمنتهى الأخلاق، جماعة هل من المفترض ان احنا ننتظر لغاية امتى علشان يتم تحديد ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ حتى هذه اللحظة يوم 15/11/2022 لم يتم تحديد ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا. خلي بال حضراتكم، هل النسخة دي هترجع ذهاب وإياب ولا هتفضل زي ما هي؟ ودوري السوبر الإفريقي هيتعمل ولا لأ؟ في حاجات كتيرة جدا، وفي حاجات كتيرة جدا مش واضحة، في حاجات كتيرة جدا مش تحس إن هي غامضة، تحس إن أنت بتتكلم مع الكي جي بي مثلا، يعني بتتكلم على الاتحاد الأفريقي، فأنت كل حاجة مستخبية، مش عارف ليه. عايزين بقى اتحاد الكرة يصحصح معانا كده شوية، ولو جاله أي جوابات من فضلكم قولوا لنا، عشان ما حدش يقول لنا أصل نسيت ومعلش. أتمنى أهو إحنا بنتكلم وبمنتهى كل حاجة حلوة. النهاردة مرة تانية وتالتة ورابعة ومية، النهاردة 15/11/22، من فضل حضراتكم، هو إحنا هنلعب رايح جاي؟ ولا هنلعب ماتش واحد؟ هنلعب ماتش واحد هنلعبه فين؟ هنلعب رايح جاي؟ طب اوكي، اكدوا هذا الامر. بالمناسبه حتى هذه اللحظه لم يتم تاكيد هذا الامر. فحاجات غريبه جدا بنشوفها، وبرضه سؤال، لماذا تم تاجيل القرعه، قرعه دوري الابطال، قبل ساعات قليله جدا من اقامتها؟ هو لغايه امتى الكاف هيفضل يعمل فينا كده كأنك بتتكلم
وبعدين هذه البطولة بتضر بطرق عجيبة جدا، غموض في كل حاجة، حتى دوري السوبر الافريقي ما فيش اي حاجه، قال لك هنلعب دوري السوبر الافريقي يلا فرحوا اتبسطوا و11 واحنا اتبسطنا وفرحنا و11 مليون ومكافئات ب 11 مليون وبعدين شكرا مفيش حاجه. طب يا جماعه نهائي دوري الابطال رايح جاي ولا ماتش واحد؟ ما حدش بيقول لك حاجه. حسب معلوماتنا يعني اللائحه الجديده اتبعتت وهو ذهاب واياب، هل ده صحيح ولا مش صحيح النسخه دي بس؟ لأن بعد كده من المفترض أن يكون هناك دوري سوبر إفريقي. لكن حد يعرف حاجة عن دوري السوبر الإفريقي يا جماعة؟ حد يعرف شكل دوري السوبر الإفريقي عامل إزاي؟ محدش فاهم حاجة ولا حد عارف حاجة. وبالشكل اللي بيحصل ده عاوز الأندية تثق فيك كاتحاد قاري إزاي؟ إنك هتقدر تنظم بطولة دوري السوبر الإفريقي، طب إزاي؟ ادينا اتكلمنا اهو في الموضوع ده من بدري عشان بس ما حدش يقول اصل الجوابات، اصله ما فيش، اصله احنا كنا مشغولين في ماتش الكويت ده، ده احنا ما رحناش كاس عالم، فيا ريت اتحاد الكره يركز في شغله شويه. يعني احنا ما عندناش كاس عالم ولا احنا فاضيين ما بنعملش حاجه، فيا ريت نركز في شغل. حتى منتخب الناشئين خرج، ولا كاس عالم ولا امم افريقيا ولا حاجه خالص. فمن فضل حضراتكم ركزوا بقى في الجوابات اللي جايه لكم او اللي هتجي لكم او اللوائح اللي هتجي لكم، ولو سمحتم ابعتوا للاربع انديه اللي بيشتركوا اتنين دوري الابطال الاهلي والزمالك والناحيه الثانيه في الكونفدراليه فيوتشر وبيراميدز عشان تبقى كل حاجه واضحه. اتمنى ان يحدث هذا. انا هسجل الكلمتين اللي انا قلتهم دول وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي خلال الفتره اللي جايه. بالنسبه للكاف اتمنى ان تقولوا لي القرعه امتى، مش تقولوا لي، تقولوا للافريقيا كلها. يعني هل ينفع ان انا اجي قبل القرعه ب 24 ساعه والغي؟ حاجه غريبه جدا. برضو امبارح انا اتكلمت مع حضراتكم في موضوع قرار رابطه الانديه بخصوص ايقاف 987 من مشجعي النادي الاهلي، والحقيقة هو كان قرار مفاجئ بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من مشجعي كرة القدم، لأنه في تجاوزات في عدة مباريات أخرى وما شفناش أي قرارات. أنا حتى امبارح سقفت لكم قلت لكم هايلين رائعين بالنسبة للرابط. طيب هل بيتم تطبيق هذا القرار على بقية ال 17 نادي اللي موجودين؟ هل بيتم تطبيق القرار على كل الأندية؟ طلبنا بضرورة أن تكون هناك عدالة ومساواة بين الجميع في الثواب والعقاب. اللي هو ثروت سويلم، هقول لكم تصريحه وهرجع أعلق. اللي هو ثروت سويلم قال رابطة الأندية ستتعامل بقوة مع تجاوزات الجماهير. هايل يا سيادة اللواء. أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة أن اللوائح ستطبق على ال 18 نادي المشاركة في مسابقة الدوري، مؤكدا أنه ستتم مواجهة أي تجاوزات جماهيرية بعقوبات صارمة للمحافظة على النظام داخل منافسات الدوري. وقال سويلم كل التحية لجمهور النادي الأهلي، ولكن عندما تحدث تجاوزات تكون هناك عقوبات. أنا مع حضرتك يا سيادة اللواء. العقوبات تبدأ بمرحلتين، أكمل لحضراتكم ونعلق. العقوبات تبدأ بمرحلتين، بالإيقاف مباراتين وتصل إلى المنع من الدخول إلى المباريات تماما. هايل ورائع جدا الكلام ده، وكان يجب أن يكون هناك عقاب من أجل المصلحة العامة، كلنا مع العقاب من أجل المصلحة العامة. وأضاف لدينا شركة محترمة تقوم على تنظيم حضور الجماهير، بالفعل هي شركة محترمة وشركة كبيرة وقادرون على التعامل مع كافة التجاوزات، والرابطة ستتخذ قرارات صارمة لتطبيق النظام على الجماهير التي تخرج على النصر. وتابع أكررها، أنا أنتمي للنادي الأهلي، ولكن عندما يحدث تجاوزات فسوف تتم مواجهتها بكل قوة، وأي ناد ستتخطى جماهيره سيواجه نفس العقوبة. والرابطة حريصة على المساواة بين ال 18 نادي في الدوري الممتاز. سيتم
تطبيق هذه العقوبات على ال 18 نادي. دي من عندنا. هو انا الحقيقه انا عندي او احنا هنا في قناه النادي الاهلي بنوثق كل شيء. سياده اللواء، الكلام اللي حضرتك قايله ده رائع وهايل وانا اعلم. خلي بال حضراتكم اللواء ثروت سويلم واحد من الاهلاويه، يعني بيحب النادي الاهلي او بيشجع النادي الاهلي، وهو قال كده. ف وبيقول ان احنا الجمهور بالنسبه لنا هنواجهه بمنتهى الصرامه. يا فندم دايما احنا كاعلام النادي الاهلي بنقول لحضرتك لان احنا واثقين في جمهورنا وعارفين جمهورنا كويس جدا، ولكن هو لماذا تعاقب جمهور النادي الاهلي ولم يتم معاقبه بقيه الجماهير اللي عملت في الثلاث مباريات الاولى اشياء او الفاظ كبيره جدا وبالصوت والصوره يا فندم؟ طيب لو حضرتك شايف ان احنا نحط نقطه ومن اول السطر يعني نبدا من عوده الدوري يبقى الكلام ده ما ينفعش، لانه كيف تعاقب جمهور النادي الاهلي على الرغم من عدم معاقبه الرابطه لبعض الجماهير الاخرى؟ يا سياده اللواء الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اتمنى ان يتم تطبيقه. كويس ان في مسؤول يخرج يرد ويتكلم. الحقيقه انا مبسوط وسعيد بكلام اللواء ثروت سويلم ان هو بيرد، يعني مش بكلامه، ويتكلم وبيتكلم ان اللوائح دي هيتم تطبيقها على 18 نادي بناء على تصريحات العميد ثروت سويلم عضو الرابطه والمتحدث الرسمي باسم الرابطه. هو ده حضرتك اللي عايزينه؟ محتاجين تكون العقوبات صارمه ضد كل المتجاوزين، لان في تجاوزات حصلت في بعض المباريات وما شفناش اي عقوبه ولا شفنا اي عقوبات ولا اي قرارات. ممكن اقول لحضرتك ان النقل التلفزيوني ما جابش هذه التجاوزات، ولكن حصل وحضرتك عندك مراقبين كان لازم يسجلوا هذه التجاوزات، ولازم حضراتكم كرابطه يكون في تنبيه وتدريب للمراقبين، لان مش من المنطق ان يكون في تجاوزات ولم يسجله المراقب. حضرتك او اي حد مسؤول لازم يقعد مع المراقبين ويوضح لهم دورهم، انه مش مجرد حضرتك راح تحضر المباراه او تكريم، هو لازم المراقب يعني بيراقب، لازم يعرف دوره ايه وايه اللي يشوفه وايه اللي يكتبه او اللي بيشوفه يكتبه. احنا كنادي اهلي ومجلس اداره ولاعبين وجهاز فني وجماهير واعلام ضد اي تجاوز، اي تجاوز ايا ما كان مين، ولكن اللي بنطلبه فين القرارات؟ فين القرارات اللي على بقيه الانديه؟ ولا اللي بيسجل بيشوف جماهير الاهلي فقط؟ حاجة غريبة جدا وأمور غريبة جدا بنشوفها خلال هذه الفترة. كلام محترم وكلام هايل ورائع من اللواء ثروت سويلم، ولكن من فضل حضرتك يا فندم وأنا عارف إن كل حاجة بتوصل لكم، من فضلكم نحن نحتاج إلى تطبيق اللائحة والقوانين على ال 18 نادي وبمنتهى الصرامة وبمنتهى القوة. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نطمن على التحكيم وأخبار التحكيم. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. النهاردة الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم سريعا جدا في موضوع التحكيم، لأن النهاردة الحقيقة أنا عندي حلقة مهمة جدا. كابتن مختار مختار أول ما اتكلمنا معاه، يا كابتن مختار حضراتكم عارفين ان الكابتن مختار من المدربين او من الناس اللي بتنام بدري. فالكابتن مختار النهارده يعني احنا بنطلع متاخر شويه، لكن اول ما اتكلمنا معاه وقلنا له يا كابتن مختار وكذا قال لك يا جماعه انا بنام بدري. قلنا له طب جمهور الاهلي عايز يشوف حضرتك من خلال البيت الكبير، قال لك انا جاي. حلقه ان شاء الله تطلع حلقه رائعه، لان انت هنحكي مع كابتن مختار في كل شيء. كابتن مختار مختار واحد من اساطير كره القدم في النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. كابتن مختار مختار اذا اردت ان تتكلم عن الادب والاخلاق والاحترام
بعيدا عن كرة القدم، اتكلم عن كابتن مختار مختار. إذا أردت أن تتكلم عن مدير فني يستطيع أن يغير شكل نادي من أوله لآخره، لازم تتكلم عن الكابتن مختار مختار. أسطورة كبيرة ورمز أهلاوي كبير هيكون في ضيافتنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. كابتن مختار بالنسبة لنا كأهلوية، مش كأهلوية فقط، كأهلوية وزملكاوية وإسماعيلاوية وكل من يشجع كرة القدم، كابتن مختار هو مثل أعلى لكثير من شباب مصر، لأنه بالفعل ينتمي لجيل الاحترام والأدب والأخلاق. إن شاء الله هيكون معايا في الجزء الثاني من هذه الحلقة. بس أنا حبيت أقول لحضراتكم أن الكابتن مختار جاي النهاردة مخصوص عشان خاطر يتواجد مع جمهور النادي الأهلي. طيب هنطلع سوني، أنا موضوع التحكيم هتكلم مع كابتن مختار لأنه موضوع مهم جدا، مش عايز أخده في كلمتين، لأنه النهاردة لما نيجي نتكلم عن التحكيم لازم نتكلم بشكل واقعي وشكل وكابتن مختار شاف من التحكيم كثير وكثير. دلوقتي وصلنا لفقرة صنع في الأهلي، صنع في الأهلي، وزي كل يوم بنلقي الضوء على واحد من نجوم القلعة الحمراء، والنهاردة هنتكلم على الكابتن عبد اللطيف عثمان، نجم النادي الأهلي السابق في الكرة الطائرة في الأهلي من 2006، اعتزل في 2021، سجل حافل من البطولات، بطولة 30 بطولة مع القلعة الحمراء، دوري وكاس وإفريقيا وبطولة عربية، شارك مع الأهلي مرتين في مونديال الأندية للكرة الطائرة، وأحسن لاعب في إفريقيا 3 مرات في القلعة الحمراء. النهاردة في صنع في الأهلي هيكون معانا كابتن عبد اللطيف عثمان، نجم النادي الأهلي السابق في الكرة الطائرة. قبل ما أقفل مع حضراتكم، أنا بس مستني لأن عامل لحضراتكم مفاجأة إن شاء الله، يعني بس ده متأخر شوية، لأنه النهاردة زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل استطاعت سيدات السلة أن تفوز بدوري المرتبط، وهي أولى البطولات في هذا الموسم. وبالتالي في جزء أخير من هذه الحلقة كابتن طارق خيري، كابتن دينا عمرو، كابتن هالة مصطفى، كابتن نادين سلعوة، كابتن رنيم السلعوي، كابتن رنيم الجدي هيكونوا معانا إن شاء الله في الجزء الأخير من هذه الحلقة. هنطلع فاصل، ومن بعد هذا الفاصل هنستقبل ضيفنا الكبير، النجم الكبير كابتن مختار مختار مختار، نجم الأهلي السابق وواحد من أساطير القلعة الحمراء. بعد صنع في الأهلي فاصل، وبعد الفاصل نجم الكبير كابتن مختار مختار في ضيافة البيت الكبير. أنا بدأت فولي في النادي النصر سنة 91، كان عندي 8 سنين ساعتها، وبدأ الموضوع بقى. قعدت في نادي النصر من وأنا عندي 8 سنين لحد 19 سنة. بعد كده رحت لنادي الطيران، اشتراني من نادي النصر ولعبت هناك 4 سنين. يمكن المرحلة الانتقالية بتاعت ال4 سنين بتوع نادي الطيران دول أكتر حاجة فرقت معايا، وخدت فرصة أكبر واتشفت بشكل أكبر. بعد كده في سنة 2006 جالي عرض من النادي الأهلي، والحمد لله ربنا وفقني، قدرت إن أنا أتحرك، يعني أجي نادي الطيران، من أجي النادي الأهلي من نادي الطيران. وبس من 2006 لحد 2020 في النادي الأهلي 14 موسم. يمكن من الناس اللي لعبت أهلي وزمالك، يعني فترة في النص رحت نادي الزمالك سنتين، لا بس في اختلاف كبير جدا بين النادي الأهلي وأي مكان تاني. يعني أنت في النادي الأهلي بتبني تاريخ كبير لنفسك، النادي الأهلي بيساعدك في وجودك في المنتخب، بيساعدك ان انت تبقى ليك اسم، تظهر بشكل اكبر، تقدر تكسب بطولات بشكل كبير جدا في وجودك بسبب وجودك في النادي الاهلي. انا كسبان مع النادي الاهلي تقريبا 30 بطوله مع غير اللي مع منتخب مصر، فلا طبعا اضافه كبيره جدا جدا لاي لعيب انه يكون متواجد جوه النادي الاهلي. اي حد بيخش النادي الاهلي، يعني في دايما حاجه بنقولها كده، ان اللعيب في اول سنه ليه في النادي الاهلي دايما بيبقى حاسس انه في حاجه مش، يعني هو مش فاهمها او وضع غريب عليه، لحد ما يبدا يمشي على القواعد دي ويمشي على الموضوع، ايه اللي مسموح لك تتكلم فيه، ايه اللي مسموح، ايه حدودك، ايه مطلوب منك، ايه حقوقك وايه الواجبات اللي عليك. فده بيصنع نوع من روح غير طبيعيه للضغط. لاعبي النادي الاهلي دايما يحب يلعب تحت الضغط، ما يحبش يلعب على بطوله سهله، البطوله السهله بالنسبه له بالعكس تخافي منها، انما لما تحط تحت ضغط وبطولات صعبه ونروح بطوله احنا مش مرشح الاول ليها او اي حاجه،
لا دي بتبقى تارجت كبير جدا ان احنا لازم نكسب البطوله دي، وده اللي كان بيحصل الحمد لله بشكل مستمر. يعني اعتقد كل بطوله كانت صعبه، كل موقف كان صعب. لما بتحس ان انت مجلس الاداره المسؤولين وراك حاسين المشاكل اللي انت فيها، الضغط اللي انت فيه، وتلاقيهم يجوا يرفعوا عندك الضغط. ممكن بقول لك بطوله افريقيا ان احنا كناش مسافرين والفرقه خسرانه بطوله الدوري على شوطين في اخر يوم، كان كلام كتير ساعتها. حصل اجتماع مع اللعيبه ومفيش حاجه اسمها احنا مش هنروح البطوله عشان احنا خسرنا الدوري، احنا هنروح البطوله وما لناش دعوه بالدوري او هتروح البطوله. وفعلا الحمد لله رحنا وكسبنا لو الكلام ده قرار كتير. يعني ممكن كل سنه يبقى فيها مواقف صعبه وبتعديها ولازم تفتكريها، يعني كل سنه من السنين، يعني كل بطوله ليها ذكرياتها. يعني يمكن انا اخر موسم ليا ده فعلا كان صعب، بس ممكن اقول لك ان انا يعني من نوع الشخصيه اللي انا بحب اهل نفسي للمواقف، ما بحبش ان انا اسيب نفسي للصدمه اللي هو انت مره واحده انت ما بتلعبش. لا يعني كنت بحاول ان انا خلال الفتره اللي هي اخر سنه او سنتين دول اللي انا مجهز نفسي نفسيا ان خلاص ان انت هتبطل دي قريب، فلازم تبقى جاهز لها وتفكر بقى في نيكست ستيب دي هتعمل فيها ايه. بس هو جمهور النادي الاهلي هو الدافع لكل حاجه. هو النادي الاهلي يعني انت ليه بتحط تحت ضغط في اي بطوله؟ لان انت عارفه ان جمهور النادي الاهلي هو مش هيقبل بحاجه غير كده. هو نقدر نقول ان جمهور النادي الاهلي هو الوقود اللي بيحرك النادي اصلا. فانت لعيب جوه النادي الاهلي، لبست تيشيرت النادي الاهلي، لازم تبقى عارف انت مش مطلوب منك غير ان تبقى نمره واحد في اي حاجه. وانا يعني اعتقد ان انا من الناس اللي انا كان ليا علاقه خاصه بجمهور الاهلي، وان انا يعني بالنسبه لي وان هو وجودهم في المدرجات او الكلام ده كله يمكن كان بالنسبه لي اهم مثلا من الماتش نفسه. لا هو طبعا هو بيخلق روح الفانله، بيخلق ان اللعيب اللي لبس هو بيحس ان الفانله دي تقيله قوي بسبب ان اللي حواليك انت خلاص ما عندكش تارجت غير رقم واحد، فانت ما بتفكرش غير انت تبقى احسن واحد وتبقى طول الوقت بتكسب، فده ضغط كبير جدا. بس طبعا هو الاساس يعني. اسست اكاديميه للكره الطايره، يعني زي نادي خاص بالكره الطايره بس معايا مجموعه كبيره جدا من نجوم برضو نفس الجيل بتاعنا، ويمكن كابتن وائل عادي وكابتن اشرف يعني مجموعه كبيره، وكابتن اشرف وكابتن محمد السيد، فمجموعه كبيره اسسنا حاجه متخصصه للكره الطايره بره المجال الانديه خالص. بنعمل الفرق اللي احنا الخاصه بينا، بناسسها، عايزين نتجنب اي اخطاء شفناها في الروتين بشكل كبير. فالموضوع ممتع جدا ان انت بتصنع حاجه جديده، وفي نفس الوقت متعب جدا ومحتاج لود، بس هو في جزء كبير جدا من الامتاع ان انت بتحقق اللي انت الحاجات اللي انت شايفها ممكن تعملها انت ما تفرطلكش مثلا، او افكار عندك شخصيه ممكن الظروف ما تساعدكش ان انت تنفذها. انما في الفكر الخاص او ان انت تنفذ شغلك الخاص ده شغل جزء متعب وممتع في نفس الوقت. بس الحمد لله يعني نتائجه كويسه الحمد لله لحد دلوقتي. جمهور النادي الاهلي اقدر اقول لهم ان انا وحشني جدا ان انا اكون في الملعب وهم موجودين حواليا، ويمكن انا يعني من الناس اللي اليومين اللي فاتوا دول موضوع ان وجود الجمهور في الماتشات والكلام ده كله ان انا بحجز مكاني مع وسطيهم، ان انا فعلا بحس ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي قبل ما اكون لعيب في النادي الاهلي او كنت لعيب في النادي الاهلي. بالنسبه للفريق الحالي اقول لهم المسؤوليه كبيره جدا، وفي كلمه كابتن ميدو قالها لنا يوم ماتش اعتزاله، اللي بيروح ما بيرجعش، فما تضيعش اي فرصه في ايدك دلوقتي ان انت تكسب وتعمل تاريخ، لان فعلا البطوله اللي بتروح ما بترجعش، وكل ده بيجي بالعرق والتعب هنا في الصاله وفي التمرين وحياتك كلها بتتحول، لان عمر الرياضي قصير، استغل كل وقت فيه عشان تقدر تحقق نجاحاتك. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. تالق وابداع بالوان القميص الاحمر، واحد من أفضل نجوم كرة القدم في تاريخ النادي الأهلي وكذلك الكرة المصرية. رغم انتمائه للنادي الأهلي، ولكن ما فيش اتنين بيختلفوا على حبه، جماهير الكرة كلها بتحبه. واحد من اللاعبين القلائل اللي جمعوا ما بين الأخلاق والموهبة، والحقيقة دي حاجة ما بنشوفهاش كتير خلال هذه الفترة. النهاردة منورني ضيفي، هو الحقيقة مش ضيف ولكنه هو صاحب بيت، نجم كبير، كابتن مختار مختار. ازيك كابتن مختار؟ سعيد جدا بتواجد حضرتك معايا، وانا بعتذر لك الحقيقة، ولكن كل جمهور النادي الاهلي، انا بعتذر لك لان انا عارف ان حضرتك بتنام بدري، لكن الحقيقة كل جمهور النادي الاهلي ينتظر النهاردة كابتن مختار مختار. وانا عشان كده موجود، وانا سعيد ان انا معاك يعني. لا شرف ان شاء الله نكون حلقة تعجبهم يعني. شرف لينا كابتن. ربنا يخليك. هنطلع نشوف تقرير عن كابتن مختار مختار ونرجع نبدأ هذه الحلقة.
منور يا كابتن مصر، منور وجودك معانا وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا الحقيقه. ودايما البدايات بتكون دايما في ذاكرتنا حتى لو الواحد عنده 100 سنه دايما. فاكر بدايتك كانت عامله ازاي يا كابتن؟ مش في النادي الاهلي بشكل عام. يعني الكوره كانت بالنسبه لي يعني بتمثل لي حاجات كتيره جدا حياتي كلها. ودي يعني طبعا انا حظي كويس، انا كنت في شبرا فكان عندنا يعني ملاعب كتيره، الملاعب اللي هي قدام البيوت وكده كنا بنلعب فيها وخدنا فيها راحتنا قوي، ودي اللي زودت مهاراتنا بشكل كبير. ودي اللي كانت يعني ال 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 الاساسيات اللي خلت ان في مصر مواهب كثيره جدا. الحته دي الشوارع. يمكن دلوقتي عشان دي قلت شويه فبرضه المواهب في مواهب لكن مش بالقصه اللي كانت موجوده في ايامنا يعني. ساعدتنا كتير جدا. رحت اسكو لان اسكو قريب من من بيتي. وبرضه رحت بالصدفه يعني، واحد صاحبي قال لي ما تيجي كابتن معايا اسكو بتاعه، هو كان في اسكو يعني. فرحت كده بالصدفه. ولما رحت طبعا انا كنت بلعب بقى ساعتها قدام المدرسه يعني، ف يعني الحمد لله اديت اداء كويس قوي. بس تاني يوم ما رحتش ليه؟ ما هو يعني اللي انا بلعبه بره هو ده يعني بيغنيني، ده الغايه بتاعتك. بيغنيني المدرب بيصبر. فحتى المدرب قال له لو ما جاش معاك ما تجيش، ما تجيش. فالولد جه بقى وقعد يتحايل عليا وبتاع ومش عارف ايه، فرحت. ولما رحت يعني صراحه كان في كابتن اسمه حسني ابو زيد هو اللي كان استقبلني يعني. اول ما رحت قال لي انت لازم تجيب صور وبتاع ومش عارف ايه على طول. فاجيب صور ايه؟ برضه احنا الامور كانت صعبه. المهم ان انا فاكر ان هم يعني صرفوا لي ساعتها 60 قرش. 60 قرش؟ عشان اروح اتصور. ده كانت سنه كام ده يا كابتن؟ سنه يعني حاجه و70. اوائل عشان ما انا هجيب صور وهجيب مستخرج كل ده ما ينفعش. ف دي اللي دبستني ايامها برضو. طبعا ودي اللي دبستني. فلما رحت بقى وبعدين ابتديت بقى في اسكو الحمد لله كنت بادي فيها بشكل كويس قوي. لما كنت بشتغل قدام الانديه الثانيه اهلي وزمالك وكده فكنت الحمد لله بلفت نظر يعني في اي حته ما بروحها يعني. لان بفضل الله كانت الامور عند الواحد كانت الدنيا يعني مفتوحه بشكل كبير قوي يعني. الدنيا مشيت ازاي يا كابتن؟ كنت بلعب قصاد الاهلي وكان الكابتن الله يرحمه الكابتن الجوهري. هو كان ماسك فرقه الامل. اوكي. فانا كنت بمسك بقى فرقه الامل يعني. فطبعا يعني لفت نظري. كنت بتلعب في نفس مركزك يا كابتن في الاهلي كنت بلعب في نص الملعب. كنت بلعب في نص الملعب وبلعب بكفيله من ناحيه اليمين دايما يعني. من ناحيه الشمال. ف طبعا يعني المركز ده مبدئيا كده المركز ده ما اتغيرش طول مسيرتك. لا طول مسيرتي ما اتغيرش. فانا في نص الملعب في يعني في اي حته في نص الملعب وبعدين كنت بكمل في حته الشمال دي بشكل كبير. حتى في وقت من الاوقات لعبت باك ليفت في ماتش كنا بنلعب الزمالك وحصل تغيير في الماتش في الباك ليفت طلع وانا لعبت فيه ونزل ساعتها الكابتن الخطيب والكابتن طاهر الشيخ الاثنين نزلوا فعمل مستر ليدكوتي عمل تغيير طلع واحد من تحت ورحت انا نازل وفي الوقت نفسه حتى الهجوم يعني. ولما حتى لما رجعت ورا انا اللي عملت الجون الثالث مش فاكر او الرابع لطاهر. مش فاكر يعني هو كان الجون التالت برضه من تحت يعني هو طلع وانا لعبت برضه وكنت بزيد في الحته بتاعتي بشكل كويس واشتغلت فيها بشكل كويس يعني. الحته دي كنت بشتغل فيها اي حته فيها يعني. حته الباك ليفت. ما كنتش تلعب بشمالك؟ لا ما كنتش بلعب بشمالي. بس كان شمالي يعني زي يميني بالظبط يعني. فلما اشتغلت في كده الحمد لله بقت عندي فرص للعب الحمد لله كبيرة في كل. حتى لما رحت المنتخب برضه كان فرصي بشكل كويسه متوفره عشان برضه ان انا بلعب في اكثر من مكان. ويعني الحمد لله كانت في توفيق يعني في الموضوع. لكن اسكو كابتن يعني فضلت تلعب كام سنه في اسكو الاول؟ في حدود على ما اظن في حدود 3 سنين. 3 سنين. وبعد كده أهلي. في مباراه الامل. في مباريات الامل الكابتن جوهري شافني فانا كنت بلعب ساعتها درجه اولى يعني بقى انا وانا صغير خلاص كنت بلعب بقى يعتبر درجه اولى. وكنا بنلعب عشان نصعد للدوري الممتاز.
الفطله ديت كنا ست فرق. احنا والشلطه وكفر الشيخ وكذا فرقه كده. بس كده ست فرق بس؟ لا احنا ست فرق اللي بتصفي. اللي بتصفي في الاخر. بتصفي. فللاسف للاسف فرقه الشلطه طلعت علينا بهدف. اوكي. فما طلعناش. تمام. في الوقت دوت يعني ايه ال 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 النادي الاهلي بقى جم وخدوني. ولما خدوني من اسكو يعني الحمد لله لما جيت ورحت. قبل بس ما النادي الاهلي خدها يا كابتن الفتره دي يعني كان ايه اللي بيحصل؟ يعني احنا دلوقتي مثلا غير الاول. انا لا غير. اللي كان بيحصل ساعتها ما ينفعش ان حد يمشي. ما كانش ينفع. يعني انا جولي يعني كان الاداريين وخدوني وجيت قعدت مع كمال بيه الله يرحمه. كمال بيه حافظ وكان الكابتن عزت هو ماسك مدير الكوره. المهم لما رحت وقعدت مع كمال بيه انت قلت له طبعا انا اهلاوي وكده فماشي. فالمهم ان هم اتفقوا يعني هو وحد تاني انه هيجوا يقابلوا علي بيه رخا اللي هو كان رئيس مجلس اداره الاسكو. وفعلا جم وخدوني. بعد ما خدوني تعرفش ايه اللي اتدفع ولا اي حاجه؟ لا ما هم وعدوهم بحاجات بس طبعا الدفع ما كانش ساعتها. الانتقال كان صعب قوي. فحته الدفع وكده ما كانش متواجده في هذا التوقيت يعني. المهم ان انا لما اتفق ان احنا خلاص ان انا اروح النادي الاهلي وعلي بيه رخا وافق وكده طلع قرار ان الست فرق اللي هم كانوا طالعين من الدرجه الثانيه وكده كلهم يلعبوا في الدوري الممتاز. ايه ده؟ فكنت انا واحمد ابو الحياب وياسر وحمدي كل واحد فينا راح في حته. فطلع قرار من اتحاد الكوره ان احنا كلنا نرجع لاسكو. اوف. فطبعا كلهم رجعوا لاسكو لان اسكو بقى خلاص والمفروض ان انا رجعت. بس انا الحمد لله النادي تمسك بيا النادي الاهلي. وقفنا شويه وعملنا بقى شويه محاولات وبتاع مش عارف ايه وكده ورحنا مجددين مروحنا لعلي بيه رخا الله يرحمه اللي هو كان رئيس مجلس اداره اسكو. وراح مديني استغنى ثانيه جديده. ورحت ودي وبدات الحكايه مع النادي الاهلي. كان سن حضرتك كان كام وقتها لو تفتكر؟ انا ما اظن 17 سنه. ياه. 17 18 سنه. مش حاجه و20 يعني؟ لا 17 18 سنه. رحت على ناشئين ولا على فريق اول؟ لا على فريق الاول. انا جيت مكان كان الدولي ساعتها خلصان فكان جيت انا في الصيف. تمام. فقعدت شويه كنت بتمرن في النادي الاهلي شويه كده معاه يعني في الملعب الرئيسي. أوكي. بس كنا مجموعه مش بعيد عن الدرجه الاولى لسه. انا جيت فبيمرنوني شويه كده وبتاع. فالكابتن طه كان ساعتها حتى كانوا عملوا تقسيمه والكابتن طه اسماعيل جه لعب معانا في التقسيمه ديت. فشافني. قال لي انت فين وبتاع ومش عارف ايه. فانا قلت له انا يعني انا السنه دي في اخر سنه في كنت السنه كنت في اسكو وجاي. فهو كان في منتخب مدارس. قال لي طب خلاص انت تبقى معانا في منتخب مدارس. ففعلا رحت معاه منتخب مدارس ودي كانت برضو بدايه كانت موفقه جدا. كان كابتن اسماعيل كان ماسك منتخب مدارس. كان ماسك منتخب المدارس. مسك ساعتها منتخب المدارس. أوكي. وكان منتخب المدارس ده كان حاجه هايله جدا طبعا. يعني. الماتش النهائي اتعمل في يعني اتنقل في التلفزيون وانا كنت بلعب ويعني وكان معايا مجموعه ما شاء الله هايله جدا. كان معايا محمد عامر وكان معايا محمد صلاح ومحمود فوزي وما شاء الله مجموعه هايله جدا. كابتن برضو كان في منتخب المدارس ده كان حاجه هايله. وكشافين وفي كل حته بتلاقي منتخب المدارس. يعني حضرتك بتقول لي اهو الشوارع دي قصه. والانديه اللي هي في الدرجه الثانيه دي قصه. والمدارس دي قصه ثالثه. حاجه يعني ودوري مدارس كان في انتشار. والمدارس يعني الرياضيه لو حضرتك فاكر. نعم كان في مدرسه رياضيه وكان ساعتها في المدرسه الرياضيه. انا بقول لحضرتك يعني الحاجات دي كلها كانت عشان كده المهارات كانت زمان جدا. للاسف هي برضه قلت لان كتير. لا المنابع اللي هي موجوده اللي هي قلت. كانت بتطلع صحيح. مش قلت دي اتجففت زي ما بيقولوا. حضرتك الحوش بتاع المدارس بقى بيتبني عشان الدنيا بقت صعبه. عدد السكان كبر. الدنيا بقت صعبه جدا. الدنيا بقت صعبه والامور بقت صعبه. طيب نرجع تاني للنادي الاهلي. حضرتك بقى رحت النادي الاهلي. الماتش بتاع منتخب مدارس النهائي دوت الكابتن محمد لطيف يعني كان هو اللي بيذيعه. اوكي. فصيتني فيه صيت جامد جدا. انا كنت لسه رايح النادي الاهلي في ناس ما كانتش تعرف ان انا رحت النادي الاهلي.
فالمهم ان ده عمل لي برضه يعني صراحه كابتن لطيف بقى عمل لي كابتن لطيف، وانا كنت ساعتها بيتقال عليا انا مختار علي مختار، انا اسمي علي مختار علي مختار، الكابتن لطيف طلع عليا مختار مختار، ودي طبعا صراحه هو راجل عبقري الله يرحمه يعني ما شاء طبعا الله يعني طبعا من العباقره اللي هم يعني ليهم تاثير كبير كبير جدا في مجال الرياضه في الكوره بالذات يعني. يعني تخيل لو انا اسمي مختار علي مختار، يعني مختار مختار دي بقت سهله جدا، بقت سهلة وبقت يعني يعني خلتني متميز بالاسم حتى، صحيح، فدي فرقت معايا بشكل كبير جدا. المهم بقى الفتره ديت بقى انا رجعت على النادي الاهلي وابتدى كل احنا في الصيف في الصيف لسه وابتديت ابتدينا هيليكوتي بقى لسه ما جاش، جه في الفتره دي وانا بقى ابتديت رجعت مع منتخب مدارس على النادي الاهلي، على النادي كان الأهلي. النادي الاهلي هيلعب ماتش فرقه اسمها ليجيا وارسو على ما اظن، كانت بطله بولندا أوكي. كان بطل اوروبا كان واخد بطل بطوله اوروبا وجي لعبني هنا في مصر وانا لعبت يوميها تلت ساعه الاخرانيه بس، ودي كانت البدايه الجيل بقى بتاع حضرتك كان، قول لي الاسماء اللي كانت موجوده برضه كان كابتن. موجود كابتن فتحي مبروك، كابتن حسن حمدي، وكابتن مصطفى يونس، وكابتن احمد عبد الباقي، ومحسن صالح، يا نهار ابيض، طاهر وصفوت، وكان في موجود معانا الدكتور سمير حسن كان لسه متواجد، كان صلاح حسني كان موجود، وانور سلامه كان موجود والكابتن هاني كان موجود، هاني مصطفى، كابتن عصام كان يعني كابتن عصام وهاني ابتدوا معانا يعني انا لعبت معاهم سنتين كده ولا حاجه وهم بطلوا، وبعدين هم بطلوا. الفلاوده كان كابتن الخطيب وكابتن مصطفى عبده كابتن محسن وكابتن محسن صالح، كابتن جمال عبد عظيم، كابتن جمال كان جمال طبعا، جمال كان لعيب جامد جدا جدا، والكابتن شطه ولا كابتن شطه لا كان موجود يعني دي بس يمكن احنا كنا يعني اللي كنا لما ابتدينا في هذه السنه كنت انا ومحسن وكان بيلعب معانا بقى يعني كنا احنا اكثر اتنين بنلعب في الوقت هو كابتن محسن ونجي يمين وحضرتك ونجي وانا في النص ناحيه اليمين وانا ناحيه الشمال، وكان بيلعب معنا صفوات شطه يعني ده الثالث لكن احنا قعدنا فتره احنا الاثنين بنلعب على طول وحد بيلعب معانا ودي اللي كانت بدايه، والبدايه ديت مشيت والحمد لله. يعني اول ما جيت طبعا انا املي ان انا العب حتى لو هبقى احتياطي ماتش ولا حاجه، دي حاجه كانت تبقى حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، انا جاي على نجوم كبيره جدا صحيح. من اول ماتش بفضل الله ماتش ليجيا وارسو ده انا لعبت فيه تلت ساعه تلت ساعه خلاص يعني فيها الواحد ربنا سبحانه وتعالى كان فاتح عليه زي ما بيقول فدي كمان خلت طبعا مستر دي كنت ما كانش يعرفني فلما جه وشافني في الحته في الشويه دولت اكيد ان دولت قال لك لا ده خلاص فكره كويسه جدا مع حظي كويس ان جمال عبد العظيم في هذه السنه كان عامل يعني عنده مشكله مع الكابتن عزت، كابتن عزت مدير الكوره، وكان جمال كان جمال لعيب جامد جدا 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 صعب جدا حد يلعب عليه فيمكن لما تعطل جمال دي ساعدتني ان انا العب، لان جمال كان بيلعب في الحته دي على طول يعني فهو جمال برضه كان موجود معانا لكن دي ساعدتني ان انا العب خلاص واللي بيمسك بيكمل وكملت وعدت الايام وبطولات كثيره خلال هذه الفتره معانا. كم بطوله مع النادي الاهلي يا كابتن؟ كتير جدا كتير بس ما فيش سنه ما كناش بناخد فيها بس هو افضل بطوله فيها افريقيا لان احنا طبعا كنا بعاد خالص عن افريقيا 82 وما كناش بنخش افريقيا، وكانت الفكره بتاعتنا عن افريقيا مش الفكره بتاعتنا احنا، فكره البلد كلها ان افريقيا يعني الداشنج والناس هناك بتقعد تضرب وتعمل وبتاع مش عارف ايه، فكنا بعاد عن افريقيا وطبعا ده كان خطا جسيم بالنسبه لنا وده اللي اخرنا يعني اخرنا كمنتخبات او انديه ان احنا ناخد افريقيا، اكيد ان ده كان ليها دور كبير جدا في هذا التوقيت يعني. كابتن مختار كرة القدم زمان كانت او على اللي احنا شفناه واللي احنا درسناه حتى خلال الفترة الأخيرة ان كرة القدم زمان مختلفة تماما 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 عن دلوقتي، على الرغم من انها في النهاية هي كرة قدم. نعم. ايه الاختلافات من وجهة نظر كابتن مختار، الراجل اللي عمل كل حاجة كلاعب والراجل اللي عمل كل حاجة كمدير فني؟ اكيد يعني ايه في طرق في اللعب كتيرة أكيد مختلفة القوة والسرعة
كانت زمان يمكن اقل بشويه، عشان كده اللي كان عنده صلعات زمان كان يبقى مميز جدا جدا. أوكي. جدا. دلوقتي لازم اللي ما عندوش صلعات دلوقتي ما اللي عنده صلعات زمان كان له دول وله تميز وله تواجد هايل جدا جدا في فريقه. وديت يمكن يعني ميزه بعض اللعيبه فيها يعني، وديت برضه انا يمكن ديت يعني ساعدتني بشكل كبير جدا ان انا كنت يعني سرعة. بتعامل انا مش يعني انا مش سريع من غير كوره البرجل واسع لكن يعني في عموم الشغل ادائي كان فيه سرعه، ودي كانت مسهله لي وكانت مخليه الامور عندي يعني فيها ايجابيه بشكل كبير جدا. اكيد الزمان الدنيا يعني ترتيب الشغل حتى كان اقل بكثير من دلوقتي. دلوقتي كرة القدم بقت صناعه تفصيل. احنا واحنا بنلعب كان الصناعه بس على يعني ايه يعني كانت لسه البدايه بدايه كده يعني مش زي دلوقتي في حاجات كتيره جدا 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 دلوقتي الفرق اقل فرق بتعملها يعني الاهتمامات بتاعه الفرق ما كانتش موجوده بالشكل بتاع يعني اقول لك مثال حاجه فضل. احنا كنا زمان يوم الماتش كلنا بنبات في بيوتنا يعني ما كانش في تيجي على الماتش يعني الماتش في ما فيش فكره ان انت يبقى في معسكر وبتاع لدرجه ان انا كنت انا يمكن لما رحت النادي الاهلي الحمد لله كان معانا مجموعه كويسه جدا وكنا متلمين بشكل كويس قوي متلمين مع بعضينا من غير النادي يعني كان زمان في وقت من الاوقات كان يجي كنت انا وعامر وماهر وحمدي جمعه وجمال عبد الحميد لما كان معانا ورمضان احنا كنا على طول مع بعض كنا بنبات مع بعض كنا يعني عايشين تقريبا مع بعض في اوقات كتير جدا كنا عايشين شطه والخطيب كانوا الاثنين ساكنين في عماره واحده فكنا متواجدين على طول في عند الخطيب عند شطه فوق فكلكم تعتبروا مع بعض. كان يجي الكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه يقول لي ما تاخد يعني هو عايز حد يقول لي ما تاخد ده معاك شويه خليه معاك شويه يعني احنا يعني كنا بنروح انا كنت بروح البيت عندي في بيت ابويا وامي اغير هدومي بس قبل الجواز وقبل الكلام قبل الجواز ما كانش في جواز فكانت الدنيا يعني بالنسبه لنا مختلفه اوكي عكس دلوقتي كل الفرق دلوقتي يعني عندها معسكرات وقبل الماتش مستني وحتى بصراحه طرق اللعب افكار المدربين يعني احنا كنا زمان بنلوح في يعني على الغداء الغداء بتاعنا كنت تتخيل ايه بناكل يعني حته لحمه مشويه وسلطه وخلاص هو ده الاكل ومعانا مدربين كبار الدنيا مختلفه ده كلام غلط صحيح انا عشت سنين طويله كده الدنيا دلوقتي غير كده ان هل انا هلعب انا محتاج ايه محتاج طاقه صح. دول ما يدونيش طاقه بياخدوا منك ده الطاقه انا محتاجها من حاجات تانية صحيح. اللي هي دلوقتي بقت الايه الناس عايشاها وبتعملها وبتشتغلها النظام الغذائي الافكار بتاعه التدريب نفسها أوكي. اكيد ان يعني ايه اتقدمت بشكل كبير جدا 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 احنا دلوقتي بنتمرن كل يوم لما في اوقات لما بندي اجازات بنديها يعني بحذر لكن الاول الدنيا سهله يوم ويوم لا مش يوم ويوم انما كنا يعني طرق التدريب اصلا كانت برضو اقل بكثير جدا من اللي احنا فيه دلوقتي دلوقتي الدنيا اتغيرت بشكل كبير جدا في مجال الرياضه على فكره دي مش في الكوره ده في كل الالعاب صحيح يعني حصل لها نقلات كبيره جدا يعني فده كمان اللي عامل النقله الكبيره جدا جدا بالنسبه للفرق وبالنسبه للاداء وبالنسبه للقوه والسرعه اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الفرق طبعا وفي اللعيب. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن كابتن مختار المدرب القدير. تاريخ يا كابتن مختار طويل وحافل حتى كمدير فني يمكن ايضا امبي اعتقد حضرتك كنت مدير فني لنادي امبي وخدت معاهم دي وقعت من معلش خدت معاهم كاس برضه خدنا كاس خدت كاس مصر كاس مصر كسبت فيه الزمالك والاهلي يعني كسبت الاهلي كان مستر المانويل وكسبت الزمالك كان كابتن حسن هو اللي ماسك
وكان ماتش هايل جدا اللي هو الماتش النهائي ده. النهائي كسبنا 2-1. ام بي كسب الزمالك 2-1. والاهلي قبل النهائي. وكسبت الاهلي قبل النهائي. كانت الفرقه بتاعت ام بي قويه جدا جدا جدا. للاسف يعني الفطله بعد الكاس على طول حصل لي اصابات بالنسبه للفرقه. اثروا تاثير كبير جدا جدا في الفرقه. كابتن مختار البدايه كمدرب عام مع النادي الاهلي، والناس كلها دايما هتسالك على 6-1، مباراه 6-1 للاهلي والزمالك. يعني انت بين الشوطين او بعد خلينا بين الشوطين، بين الشوطين دخلت وقلت للعيبه ايه؟ هو طبعا الماتش ده كان ماتش 3-1 لا الماتش ده اصله كان دو في حاجه. المدرب بتاع الزمالك كان اوتيفستر، كان يتكلم كلام صعب قوي. الكلام ده بتاعه هو اللي خلى، هو اللي حفزنا وحفز اللعيبه لدرجه ان احنا يعني ايه، يعني فعلا يعني ايه، كان لازم نكسب. بس طبعا ستة كتير قوي. بس كان لازم نكسب الماتش ده باي وسيله. الكلام اللي قاله يعني 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 استفزنا بشكل كبير جدا. واستنفر كل الطاقات اللي جوه اللعيبه ان احنا نطلع بالشكل ده. وكان في طبعا توفيق كبير جدا جدا، وعلى ما اظن كمان خالد بيبو يوميها كان لا بيبو 4 تجوان. ما شاء الله كانت الدنيا هايله جدا بالنسبه له يعني. بعد المباراه دي كانت برضو مباراه الاسماعيلي 4-4، واحده من افضل مباريات القرن، افضل مباراه، وللاسف خسرتنا الدوري. هي دي اللي خسرت الدوري. احنا كنا نكسب، لو كسبنا خدنا الدوري. فلما يعني للاسف، وكنا كسبانين يعني، احنا كنا كسبين 4-3 ولو البنالتي اللي حصل اللي هو شادي. انا كنت بلعب في الاسماعيلي انا ساعتها في الوقت ده. فيعني لولا ان احنا يعني تعادلنا في الماتش دوت كنا احنا خدنا الدوري. بس هو الاهلي تعادل بعدها مع المحله. مع المحل لو تفتكر. ايوه نعم. 1-1. ما هي دي اللي برضه يعني انا بقول لو كنا كسبنا. كنت خلاص محدش بقى هيوقفك. وحتى انا ما اظن مع التعادل بتاع المحلة واحنا كسبنا كنا خدنا الدوري. ايوه لا كنت خدنا. طبعا كان ساعتها الاسماعيلي والاهلي ماشيين مع بعض. ماشيين مع بعض في كل حاجه. نعم. فلو كنت الاهلي كان كسب كان الاهلي عدى الاسماعيلي. نعم كنا خلاص عدينا. كنت عديت. فده يعني كانت سنة. اعتقد الموسم ده رائع يا كابتن في الكوره يعني. جدا يعني. جدا. بس انا يمكن انا في اخر الموسم يعني حسيت ان انا بقى لازم، انا طول عمري كنت بشتغل لوحدي. صحيح. يعني ما فيش غير الفطله ديت اللي هو، حتى انا كنت مسكت الفرقه في فطله كده لوحدي، وبعدين يعني كابتن صالح جاب المدرب اللي هو الالماني دوت اللي هو اشتغلت معاه سنه، خدت معاه كاس مصر، وتاني سنه على طول جه مستر مانويل كملت مع مستر ميرو. ويمكن دي السنتين الوحيدين اللي في حياتي اللي انا اشتغلت فيهم مع حد مساعد. فبعد السنه ديت قعدت مع الكابتن طالي الله يرحمه. طالي سليم. انا يعني انا شايف ان انا كفاية. يعني كفايه كده، والحمد لله يعني اول ما قلت كده ولحت على طول في نفس السنه ديت المحله، ودي كانت بقى يعني حصلت البداية. انطلاقه ليا، ودي يعني كان لازم الانسان هياخد القرار دوت عشان يعني اكيد التدريب ما ينفعش ان الواحد يبقى ملتزم بان هو يبقى راجل التاني. صحيح. فلازم ينطلق. فهي قرار. القرار الحمد لله كان قرار صعب، لكن خدته الحمد لله، اكيد ان هو فلق معايا كتير يعني. الافضل بقى يا كابتن في تاريخ كبير جدا، انا عارف، لكن افضل الاوقات بالنسبه لك كانت امتى كمدير فني؟ شوف هو بصراحه يعني يمكن هو الافضليه يمكن كانت في بتلوجيت. احنا انا قعدت في بتلوجيت سنين، فيهم 4 سنين اللي هم في الدرجه. انا لعبت اشتغلت مع بتلوجيت في الدرجه الثانيه تحت. وطلعت بيهم درجه اولى وكملت. اول سنه خدت السابع، ثاني سنه خدت الخامس، ثالث سنه خدت التالت، وهكذا. تطور يعني. تطور. للاسف انا كان معايا فرقه كويسه قوي. بس احنا كنا كل سنه 2-3 يمشوا، مش يمشوا. احنا يعني كانت تقريبا الفرق الكبيره كلها تاخد من لا بيكلموا اللعيبه كلهم. اوكي. وبرضه اللعيبه يعني حته الفرق الكبيره بتفرق كتير جدا جدا مع اللعيبه طبعا، وبالتالي بتاثر عليهم سلبي في الفرق اللي هم فيه. فديت برضه فرقت معايا كتير جدا يعني. انا الفرقه دي ما ينفعش ان انا ما اخدش بيها بطوله. اوكي. لكن للاسف يعني لو كانت السنه الرابعه او الخامسه كنت ممكن. انا في سنين كنت ببقى انا الاول في الدوري، برغم ان الاهلي كان ساعتها
يعني عنده فرقه يعني شايف انا ان هي من افضل الفرق اللي جت في تاريخ النادي الاهلي ده 2005 2006 اللي هي فيها ابو تريكه وبركات جمعه يعني ما شاء الله كانت فرقه غير طبيعيه لكن انا كنت موجود معاهم بشكل قوي جدا بس للاسف للاسف يعني حته التاثير على اللعيبه السلبي اكيد ان هو دوت اللي اثر معايا لكن بالتالي بقى انا اشتغلت في المصري اشتغلت في الفطلتين اللي اشتغلت فيهم في المصري كانوا هايلين جدا 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 بالنسبه لي الفطله اللي اشتغلت فيها مع الاتحاد فطله يعني هايله جدا وانا عمل واشتغلنا فيها بشكل كويس قوي بس للاسف يمكن انا مشيت في السنه الثانيه على طول انا قدمت استقالتي ليه لان كان في ظروف صعبه جدا في نادي الاتحاد يعني اقتصاديا زي ما بيقولوا يعني حته الفلوس كانت صعبه جدا 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 وكانت اللعيبه ضغط عليا ضغط مع ان انا عارف برضه عشان الناس يعني الجمهور يفهم الكلام اللي حضرتك بتقوله كويس لانه اللي انا عارفه ان انت كابتن مختار ممكن شهر شهرين ثلاثه ما تقبضش كمدير فني وانا مشيت وليا فلوس برضه يعني مشيت انا وليا فلوس لكن هو كان اللعيبه بقى بتضغط لكن لا فطبعا الامر كان صعب جدا جدا عليا لدرجه ان اللعيبه يعني ما شاء الله يعني الفطله اللي احنا فيها لحد دلوقتي عكس الكلام اللي انا عشته خالص فدي يعني الحته الماليه مهمه جدا صعبة جدا خصوصا في الانديه الجماهيريه خلي بال حضرتك بالنسبه لاي نادي بصراحه يعني فكان الضغط عليا من اللعيبه انا مش عارف اعمل لهم ايه فبالتالي انا يعني طب انا الماتش اللي انا مشيت فيه انا يعني قبل ملاعب المقاولين انا طلعت الزون قلت انا همشي فلدرجه الناس في ناس لمت في لوم جه عليا بس انا ما حدش يعرف الظروف انا الحمد لله كسبت الماتش دوت ومشيت وده امر يعني صراحه يعني انا الفطله اللي اديتها في الاتحاد فطله هايله جدا 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 وانا يعني صراحه يعني من الفترات يعني انت بتقولي فترات من افضل الفترات اللي انا اشتغلتها لانها كانت فطله انا كنت اتمنى ان انا اكمل فيها لان لو كنت كملت كان هتبقى حاجه كويسه جدا. رحت بعد الاتحاد على طول رحت الانتاج. اما رحت الانتاج اول ماتش رحت العبه في الاتحاد هناك والله حاجه يعني حاجه تشرفني والله هذا المنظر ان كان في لسه جماهير بتخش وبتاع مش عارف ايه ان الجمهور كله يعني بينادي عليك بينادي عليا لدرجه ان ايه انا اروح لهم وارفع ايديا وارجع ينادوا مش عارف اعمل ايه لغايه ما رحت لغايه فده كان امر صراحه يعني مخليني ان الفطله ديت كانت ليها يعني صراحه ليها يعني باع كبير جدا في نفسي يعني. طيب بما اننا بنتكلم عن انديه جماهيريه كبيره جدا زي نادي الاتحاد السكندري خلينا نطلع نشوف ماذا قال جمهور كابتن مختار عن كابتن مختار. ان انا اعرف اوصفه لان هو انسان محترم جدا ومدرب ناجح جدا وكنت فعلا الحقيقه بشوف الفرق اللي هو بيدربها وبجد ان هو فعلا بيجيب نتيجة حلوة قوي مع أي فريق الحقيقة. خلق وأخلاق وصلاة ودين وتفكير كبير قوي. بقول له ربنا يوفقك ويوصلك للي أنت عايزه ودايما هو مع الله ربنا هيكرمه. كابتن مختار يعني أنا أعتقد إن هو ما خدش حقه في التكريم. الراجل من العصر الذهبي بتاع النادي الأهلي وكان يعني دائما الجندي المجهول. كابتن مختار من الجيل الذهبي للنادي الأهلي. ربنا يديله الصحة نتمنى دايما نشوفه في أحسن حال وده مجرد ما بيجي اسمه بيذكرنا بذكريات جميلة جدا عزيزة على قلبنا كلنا كمصريين وكأهلاوية لما بقى مدرب كان ناجح جدا جدا وشخصية هادية على المستوى الفني محترم على المستوى الشخصي محترم كابتن مختار كان من اللعيبة المتميزة جدا لما كان بيلعب بصراحة وكان دايما من اللعيبه اللي بتستخدم عقلها في اللعب يعني. فكمان لما راح التدريب بقى من المدربين الاكفاء جدا بصراحه ويعني كفايه بس اخلاقه يعني بصراحه يعني. كنت بستغرب جدا من اسلوب اللعب المتفرد اللي هو كان دايما يبص في الارض تحت رجله والكوره ماشيه معاه وبيعدي بيها من اللعيبه لعيب ورا لعيب ورا لعيب. فكان بالنسبه لنا كان ناس بتحب الكوره قوي الراجل ده مختلف عن اللي شفناه قبل كده وبعد كده. الاحترام والادب والاخلاق ميزه مهمه جدا حتى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي يا كابتن لاي لاعب او اي مدرب
اكيد ان دي حاجه يعني مطلوبه في شخصيه اي حد. ان الواحد لازم يبقى انسان محترم ويحافظ على اسلوبه ويحافظ على كلامه ويحافظ على لسانه. طبعا. لان حتى يعني هو مسؤول عن الكلام ده. صحيح. ده مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى على الكلام ده. يعني في شغلتنا في ساعات في بيبقى في شد وبتاع مش عارف ايه، لكن ما ينفعش ان المدرب يطلع من لسانه اي لفظ لاي لعيب بالنسبه للي هو شغال حتى معاهم يعني. وده امر طبعا مهم جدا جدا، واكيد ان ان انه انه الكلام دوت بيبقى له مردود كمان على اللعيبه طبعا بشكل كويس. يعني ساعات الواحد اكيد ساعات انت يعني بيجي لك وقت فيه نلفزه، لكن ما ينفعش مع النلفزه ديت ان انت ولادك يعني ما ينفعش انك تغلط فيهم، وما ينفعش ان انت تقول لاي حد اي حاجه او اي لفظ. لا ما ينفعش، اكيد ان انت بتتنرفز وكل حاجه، لكن في الحدود. وده امر طبعا مهم جدا جدا في حياتنا كلها. يعني لازم الواحد يحاول ان هو يمسك لسانه، لانه في الاول وفي الاخر مسؤول عن الكلمه اللي بتطلع من لسانه. هنروح فاصل بعد هذا الكلام الرائع، وبعد هذا الفاصل نرجع بقى نتكلم عن النادي الاهلي وعن منتخب مصر وعن مباراه بلجيكا، وهي مباراه مهمه جدا جدا. بعد الفاصل كلام هام جدا مع اسطوره كره القدم في النادي الاهلي كابتن مختار مختار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه برضو يا كابتن مختار زي ما قلت لحضرتك النهارده اليوم لطيف، يوم حلو الحمد يعني وجود لله. حضرتك معانا طبعا، وايضا قبلها كان فوز النادي الاهلي بسيدات النادي الاهلي في السله ببطوله المرتبط، وهي اول بطوله السنه دي، لسه ان شاء الله البطولات قادمه. ايضا كابتن محمود الخطيب بنقول له الحمد لله على السلامه بعد رحله علاج شهر ونص تقريبا في باريس، فنقول له الحمد لله على السلامه. تعال نشوف استقبال الكابتن خطيب وبعدين اخد راي حضرتك في هذا الامر. نطلع نشوف كابتن محمود الخطيب والحمد لله على السلامه يا كابتن خطيب. الحمد لله على السلامة يا كابتن. الحقيقة دايما سعداء بوجود الكابتن محمود الخطيب، أسطورة كبيرة جدا في عالم كرة القدم ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وزميل الكابتن مختار مختار طبعا. ربنا يشفي ويشيل عنه يا رب ويجعل هذا في ميزان حسناته بإذن الله رب العالمين. بقى لنا شهر ونص مستنيينه النهارده. بقول لحضرتك يوم حلو يعني عودة الكابتن الخطيب. أعتقد طبعا الأيام اللي جاية هيبقى عنده طبعا حاجات كتيرة جدا هيعملها، ولكن في النهاية عودته مهمة جدا طبعا. والحمد لله شكله باين إن هو كويس. الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله أحسن كتير يعني الحمد لله. حضرتك بتتكلم مع كابتن خطيب ولا بتكلم على طول معاه؟ طبعا تتكلم وتطمن عنه. نعم. كابتن خطيب برضو يعني ما اعرفش، انا من الناس اللي بحب كابتن خطيب جدا يعني، اتفرجت عليه لكن عمري ما زاملته مثلا، ما شفتوه يعني. طلع معانا مثلا كابتن خطيب كرئيس بعثه لما كنا بنلعب في نادي الاهلي في اليابان فتعاملنا معاه، لكن حضرتك كنتوا بتقولوا دايما قاعدين مع بعض، حياتكم كانت مع بعض. طبعا احنا يعني ما شاء الله الحمد لله عشنا سنين طويله مع بعض. واوقات كتيره جدا كنت موجود معاه في البيت، وحتى بعد ما تزوجنا بقى وكل واحد فينا بقى على طول كنا بنتزاول يعني برضه. كانت والحمد لله لقريب قوي احنا متواجدين مع بعض وعلى طول بنكلم بعض. يعني الحمد لله الاخويه يعني مش صداقه، هي اخويه. صحيح. اخويه مستمره. وربنا سبحانه وتعالى يديمها علينا وعليه ويصلح له الاحوال، لانه بصراحه الدنيا برضه صعبه
الـ 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 الشغل في النادي الأهلي في أي حاجة صعب. لأنه حاجة واحدة اللي الناس بتقبلها، ما بتقبلش غيرها. أما بيحصل أي حاجة تاني الدنيا دي بتأثر في الواحد تأثير سلبي بشكل كبير جدا جدا، وبيبقى فيه ضغط رهيب جدا، خصوصا كمان ده في 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 في, في الأعمال العادية، ما بالك في إنك رئيس النادي بقى. أكيد إن ده أمر صراحة يعني عبء رهيب جدا. والله يا كابتن مختار، الكابتن خطيب، يعني بحكم إن الواحد بيشتغل اليومين دول في قناة الأهلي، ف يعني في حاجات كتيرة جدا كان بيتعرض لبعض الحملات خلال الفترة اللي فاتت، فأجي أقول له يا كابتن بعد إذنك خلينا نرد، يقول لي يا ابني ما تردش ولا حاجة، ترد على إيه؟ مفيش حاجة اسمها ترد، النادي الأهلي هو اللي إحنا بنشتغل في النادي الأهلي، بنشتغل في النادي الأهلي. وشوف بقى أنتوا حضراتكم بقى لكم كام سنة موجودين جوه النادي وبتعملوا إيه، ففي النهاية وهو رئيس النادي الأهلي فتيجي تقول له، يجي يقول لك أنا بشتغل في النادي الأهلي. أصل ده حبا واحتراما ووعي كمان. حتة الرد ديت أكيد لو رديت انت بتفتح على نفسك فتحه، انت 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 ليك شكل معين. الشكل ده لازم تحافظ عليه. والشكل ده هو اللي مخلي ليك يعني باع كبير جدا عند الناس. يعني انت النادي الاهلي ده بيثقل بايه؟ بالاخلاقيات وبالثبات اللي هو فيه دايما. فده الكلام دوت يعني اكيد ان النادي الاهلي ده سمه صحيح، وده كمان المطلوب، ان كمان ان انت كانسان يعني راجل بتحافظ على دينك لازم تحافظ على لسانك. صحيح، لازم اللي يقول يقول، واللي يعني يسب يسب، واللي يقول زي ما عايز يقول. لكن في الاول وفي الاخر الاحترام دوت حاجه يعني حاجه صعبه جدا 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 جدا. ان انت تمسك لسانك وتحافظ على نفسك اكيد ان ليها رد فعل عند ربنا سبحانه وتعالى ثم عند الناس. صحيح، لان النادي الاهلي ليس بسباب ولا لعان ولا بذيء ولا ضعيف. النادي الاهلي عمره ما كان ضعيف، ولا طبعا دي كلمات كابتن محمود الحقيقه في الفتره الاخيره في البيان اللي كان طلع اتكلم فيه، وقال ان النادي الاهلي ليس سبابا ولا لعانا ولا بذيء اللسان. ده يدي لك قوه. العكس بقى. العكس على طول. اللسان لما يكون يعني بيتطاول وما بيطلعش يعني حاجة طيبة أكيد إنه بيبقى له رد الفعل سلبي بشكل كبير جدا 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 جدا. والعكس صحيح، طول ما أنت بتمسك نفسك أكيد إن ديت بترفعك وبتزيدك بشكل كبير قوي. صحيح. خلينا نروح بقى لكرة القدم في النادي الأهلي يا كابتن، يعني كولر، ورأيك في أداء النادي الأهلي بعد تواجد مستر كولر كمديرا فنيا للنادي الأهلي؟ هو الحمد لله يمكن الفطلة فطلة إيجابية وفطلة طيبة، وكمان احنا كنا محتاجين نكسب أكيد، اللي حتة التنافس ما بين الأهلي والزمالك ديت موجودة على طول، محتاجين إن احنا يعني إيه نعديها بشكل إيجابي. صحيح. احنا عديناها ببطولة، فبالتالي اديتنا دفعة هائلة جدا جدا لما بعدها. وده امر احنا انا شايف ان احنا عايشين بيه في الفطله دي بشكل كويس قوي، وبنقدر نستغله بشكل كويس قوي. ولعبتنا اكيد ان هي يعني ثقتها في نفسها ابتدت تلجع بشكل كبير قوي. صحيح. الاولاد بقوا عندهم يعني ثقه في نفسهم، اكيد ان ديت هتساعدنا بشكل هايل الفطله اللي جايه ديت. واكيد ان شاء الله ان ديت تساعدنا ان تستمل النتائج بالايجابيه اللي احنا الحقيقه عايشين. كابتن برضو واحنا بنتكلم عن كره القدم، ان انت تاخد قرار زي ان انت تقعد 7 أو 8 لاعبين تقول لهم روحوا خدوا اجازه، اعتقد انا وجهه نظري ان انا بشوف ان ده قرار تاريخي في ظل ظروف صعبه جدا، لان انت الوقت ده تحديدا الدوري لسه ما خلصش، النادي الاهلي دايما يعني بيقاتل على الدوري لغايه اخر لحظه، فانت قبل ما يخلص الدوري ب8-9 ماتشات وتاخد مثل هذا القرار علشان السنه الجديده يبقى عندك، انا كنت بسميها دايما 8 صفقات جديده، يعني الناس كانت حتى بعض ما لاقي شجعه ده بيتريقوا على هذا الكلام، ولكن وضحت جدا يا كابتن قد ايه ان هذا القرار اثر بشكل ايجابي كبير في معظم لعيبه النادي الاهلي. شوف اكيد ان هو كان قرار ايجابي بشكل كبير قوي. نعم. لو اللعيبه لعبت ولو ما خدتش القرار دوت انت ما كنتش هتعمل حاجه في السنه اللي فاتت زي اللي انت عملتها، وبالتالي
السنه دي ما كانتش هتبقى كده. صحيح. وكان التاثير هيبقى تاثير سلبي عليك لمده كبيره جدا جدا، لان ما فيش شك ان حته ان انت تريح لعيبتك دي حاجه مهمه جدا. استمرار اللعيب مهما يكون قيمته لازم هتلاقيه قل بشكل كبير جدا جدا. فالقرار ده جه يعني هو فعلا اتاخد، واتاخد بشكل فيه عنتريه مننا، لكن اكيد ان هو رد فعله هايل جدا جدا، وان شاء الله يكون رد فعله مستمر معانا السنه دي باذن الله. هل الاجهاد يا كابتن بيكون سبب من الاسباب، ولا احنا مجرد بنقول كلام؟ لا لا طبعا، الاجهاد ده حاجه صعبه جدا جدا. وبيقلل اللعيب وبيفقده ثقته في نفسه بشكل كبير جدا. وكفى مهما تكون انت قيمتك الفنيه عاليه، ولو ثقتك في نفسك قلت اكيد ان ديت بتاثر عليك سلبي بشكل كبير قوي. وده امر طب احنا عايشين، لان ده مجالنا وحياتنا عايشين فيه وعارفين، وكلنا مرينا بالكلام ده، وكلنا شفنا التعب والاجهاد بيعمل ايه في اللعيب. اكيد ان الكلام دوت مهم جدا جدا، ان انت تقدر تحافظ على لعيبتك وتقدر ان انت تتعامل معاهم بايجابيه عشان يدوك احسن حاجه عندهم. طيب كابتن مختار، برضو في ظل ان احنا في هذه الايام بعد 3 ماتشات انا بسمع من بعض الانديه او من مديرين الفنيين لبعض الانديه يقول لك انا عندي اجهاد، هل ده ممكن يعني 3 ماتشات يعني فرق ايه؟ فرق يعني الدوري يعني؟ في الدوري ولعبوا في افريقيا. يعني المدربين بيقولوا ان عندنا مشكله ان احنا لعبنا 6-7 ماتشات ورا بعض كل ماتش. والله هو لو واخد راحته من يعني السنه دي، ادى لعبته بشكل كويس يعني ريحها وبيقول كده، يبقى في حاجه غلط فيه في المدرب نفسه. لكن أوكي. هو ممكن يكون السنه اللي فاتت ما ريحش لعيبته، ما عرفش يريحها وتعامل معاها بعنتريه، اكيد ان هو خلاص بقى هيعاني بشكل كبير جدا جدا. الا اذا هو عرف ينظم نفسه بشكل كويس. يعني راي حضرتك ايه في مارسيل كولر كمدير فني، ولا لسه ما كونتش راي؟ يعني مبدئيا هادي، ويعني النتائج بتاعته اكيد ان هي يعني ان شاء الله تزوده ثقه في نفسه. وطبعا الراجل يعني ما شاء الله اشتغل، والسي في بتاعه قوي هايل جدا، فده حاجه كويسه. فبالتالي اي حد فينا محتاج ان هو يبقى عنده ثقه في نفسه، او ثقته يبقى يعني مستمره معاه. الثقه من تيجي من خلال النتائج، من النتائج. انما ان اي يعني اي حد مهما يكون قيمته، اول ما النتائج تحصل فيها حاجه على طول تلاقي الدنيا صعبه جدا بالنسبه له. فده الحمد لله البدايه هايله جدا جدا. التوفيق معاه هايل جدا، ان نكسب الزمالك. احنا ظروفنا كانت اقل من الزمالك، كسبناه. اكيد ان الظروف دلوقتي بقت احسن بشكل كبير قوي. الماتش بتاع الزمالك ده ادانا دفعه هايله جدا جدا، ورجع لنا ثقتنا اللي احنا كنا فاقدينها الفتره اللي فاتت دي بشكل هايل جدا. وده اللي احنا عايشينه في الكلام دوت، وهو ده اللي احنا نتمنى ان المدرب يقدر يستغله بشكل كويس او بشكل ايجابي في الفتره اللي جايه ديت، اللي هي هتساعده ان هو يروح بشكل هايل لقدام ان شاء الله. هل بتعتقد ان فتره التوقف يا كابتن اثرت سلبا على النادي الاهلي؟ اللي هي دي؟ اه وبعدين اصلا انا مش عارف هي التوقف ده ليه بصراحه. يعني انا لما قعدت افكر، هو التوقف ده ليه؟ عشان كاس العالم؟ ما لسه كاس العالم هتلع. طيب هي اوروبا بيلعبوا ازاي لغايه دلوقتي وهم كلهم رايحين كاس العالم، او يعني معظم الفرق اللعيبه بتاعتهم رايحه كاس العالم؟ صحيح. طب ايه هو التوقف بتاعنا ده ليه؟ فانا مش عارف. اكيد ان ده توقف سلبي جدا جدا جدا. طب السلبي ده اقلبه ايجابي ازاي انا كمدير فني بقى؟ ما هو انا بقى، ما هو انت مهما هتعمل هتقلب ايجابي، بس مش هيبقى الايجابيه اللي هو الطبيعيه بتاعت المباراه الرسميه غير. اوكي. حتى لو لعبت ايه مباراه احبيه، اكيد الرسمي غير غير غير. فده امر انا بستغرب الدوري ليه موقوف، والموقوف ليه في الفتره دي، خصوصا ان هو كمان هيتوقف في كاس، في الفتره بتاعت كاس العالم. لا هيتلعب في كاس العالم. لا انا عارف ان الكاس. لا قال لك هتلعب. ادونا يعني ادك 3 جولات أو 4 جولات هتلعبهم في كاس العالم. يعني طيب. الدوري سيعود اعتقد 25 نوفمبر، وصححوا لي يا شباب لو انا عندي حاجه بقول حاجه غلط. بس انا اللي انا عارفه ان الكاس هو اللي هيتلعب، لكن الدوري الكاس هيتلعب 27 موقوف بالنسبه لا الدوري هيتلعب.
لان كان معايا الحاج عامر حسين من اربع خمس ايام هنا على التليفون يعني فقال ان الدوري هيتلعب فيه ثلاث جولات في كاس العالم. لا انا يعني مش ما عنديش المعلومه دي. لا هيتلعب لكن التوقف ده اكيد انه توقف. اول ماتش لينا يوم 2 ديسمبر مع طلائع الجيش. 2 ديسمبر 2 ديسمبر يعني في كاس العالم. لكن اول ماتش لينا 27 نوفمبر في المقاولين ده في كاس مصر. ده كاس مصر. 2 ديسمبر ده طلائع الجيش في الدوري. كويس خير. بس التوقف في الفتره دي اكيد ان هي فتره سلبيه جدا 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 ويعني اكيد ان ممكن تاثر في البدايه اللي احنا هنبتديها. اوكي. يعني كنت حضرتك تقول تتمنى ان النادي الاهلي يكمل طبعا الشكل طبعا اللي طبعا هو ماشي طبعا مندفع. انت جاي مندفع باقصى سرعه بتاعتك حد وقفك فده اكيد ان دي حاجه فيها سلبيه. طيب خلينا بقى نروح لمنتخب مصر برضو يا كابتن. منتخب مصر مع روي فيتوريا طبعا ما لعبش مباراه يعني لعب ماتشين تصنيفا اقل منك. النهارده او يوم الجمعه هيلعب مباراه قويه جدا امام منتخب بلجيكا. هل حضرتك مع مدرسه ان انت تلعب مباراه قويه جدا زي انت تلعب تصنيف نمره 2 في التصنيف العالمي؟ انا مش عارف صراحه ده انا مش عارف القرار ده اتخذت ازاي. اوكي. قرار عجيب جدا 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 ان انا لاعب بلجيكا في الفتره دي وبلجيكا من احسن فرق العالم. ازاي ليه ايه الفايده اللي هتعود علي؟ يعني انا لو كسبت بلجيكا حتى ايه الفايده؟ لكن احتمال ان انا في الفتره ديت ان يحصل عندي رد فعل سلبي بالنسبه للنتيجه. طب انا هبقى عامل ايه؟ انا مش عارف يعني المدرب وافق على الكلام ده ازاي؟ هو اللي عمل الماتش دوت ولا هو الامور كانت ايه؟ اكيد ان ده كلام انا شايفه ان كلام سلبي. انا ممكن اعمل ماتش بس ما اعملش مع بلجيكا. يعني ابقى بلعب في الايتين بالشكل اللي انا لعبت معاهم بيهم وبعدين او متنقل من الكلام ده لبلجيكا. اكيد انا شايفها ان هي فيها سلبيه. عندك نواقص كتير كمان. وبعدين انت ممكن تتغلب يعني لو ضربت سكور اكيد ان ديت هتبقى في حق المدرب وحش وكمان رد الفعل كمان مش كويس. اتمنى ان شاء الله ان الماتش يعدي على خير. شايف الماتش ازاي يا كابتن؟ لا ماتش صعب جدا جدا لان بلجيكا هتلعب الماتش ده وتروح كاس العالم. صح. فلازم هيلعبوه اولا بالتيم بتاعهم الاساسي. وهياخدوا امور بجديه عاليه قوي عشان دي كمان دي حاجه اخر بلوفه متهيألي اخر ماتش اللي هيلعبوه ولا صحيح. فده امر انا شايف ان هم يعني بالنسبه لهم حاجه هايله جدا وبالنسبه لنا احنا فيها سلبيه كبيره جدا. لان هو معاه مجموعته خلي بالك فيها المغرب فهو يعني بيشوف ان انت هو مختلق عشان كده. هو مختلق عشان مش عشوائي. هو بيختار فرقه يعني قريبه من المغرب لعبه المغرب عملت ايه مع المغرب يعني اكيد المدرسه قريبين من بعض. صحيح. ما هو كمان الخيار الاختيار ما بيبقاش عشوائي. الاختيار بيبقى انا بشوف الفرقه اللي انا لاعبها هلاعب مين مثيله عشان ابتدي اشتغل عليه. صحيح. اكيد ان الكلام دوت انا شايفها ان هي يعني تجربه انا شايفها من وجهه نظري سلبيه. هتبقى صعبه. سلبيه لان بلجيكا في احسن حالاتها واحنا يعني ممكن يبقى لا او ممكن نتغلب بس اتمنى ان ما يبقاش اسكور يعني. طيب كابتن مختار اخيرا لو حضرتك حابب يعني توجه اي رساله لجمهور النادي الاهلي لان انا الحقيقه شرفت بوجود حضرتك معايا ده اولا. ثانيا يعني بشكرك جدا 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 على تواجدك معانا النهارده. انا عارف ان احنا مسهرينك ومقعدينك وان انت مش متعود ان انت تكون الساعه 12 دي صاحي لكن خاصة. يعني بجد يا كابتن مختار انا بشكرك جدا جدا على وجودك معانا وعلى تشريفك لينا وشكرا جزيلا ليك يا كابتن. ويعني الكاميرا معاك بقى لو حضرتك عايز. انا موجود عشان جمهور النادي الاهلي طبعا يعني انا قلت الكلام. انا يعني اتمنى ان انا اكون يعني اسعدتكم وما اكونش ضيف تقيل عليكم ويعني بتمنى لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله يعني كل سعاده بالنسبه للدوري اللي جاي لان احنا في اشد الحاجه لهذا الامر لان احنا يعني صعب جدا ان جمهور النادي الاهلي او النادي الاهلي يفقد الدوري سنتين ورا بعض. اكيد ان السنه ديت ان شاء الله تكون سنه سعيده عليهم باذن الله رب العالمين. ربنا برضه حابب تقول اي حاجه للكابتن خطيب في عودته؟ طبعا الخطيب انا هقول له بقى انا هتكلمه هتكلمه وتقول له سلم لنا عليه وقول له الحمد لله على سلامتك وانا بشكرك جدا مره ثانيه يا كابتن مختار. شرفت ونورت ودايما بيتك يعني نتمنى ان حضرتك تكون دايما موجود معانا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن مختار
هنطلع فاصل، وزي ما قلت لحضراتكم في الاول احنا من المفترض ان الحلقه كانت هتخلص، ولكن بما اننا كسبنا اول بطوله لنا في السيدات السنه دي، فهيكون معانا كابتن طارق خيري، كابتن دينا عمرو، كابتن هاله مصطفى، كابتن نادين السلعاوي، هيكونوا معانا على الهواء مباشره عشان نحتفل باول بطوله للنادي الاهلي في اول بطوله السنه دي يعني للنادي الاهلي في سيدات السله، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، مستمرين مع حضراتكم، وايه اليوم الحلو ده نقوله للكابتن طارق خيري. ازيك كابتن طارق والف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن اسلام، وزي حضرتك الف مبروك. الله يبارك فيك. سعداء جدا النهارده زي ما احمد سعد بيقول، ايه اليوم الحلو ده؟ النهارده بدايه اليوم كانت جيده، بدايه اليوم اصل انا يومي بيبدا الساعه 10 مع البرنامج يعني. فبدايه اليوم النهارده بعد انتهاء البطوله وفوز النادي الاهلي باول بطوله للسيدات هذا الموسم يعني. الحمد لله يوم حلو طبعا. يوم حلو، كمل بقى بقيه الحلوين. انا لسه حد بيكلموني في التليفون في المايك يعني، فبقول لهم يا جماعه انا بشوفكم على طول، لكن البنات الحلوه دي انا ما بشوفهاش كتير في معانا هنا في الشاشه، فسعداء جدا بوجودكم معانا. ازيك يا دينا؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك. كله تمام؟ كله حلو. نادين؟ ازي حضرتك؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. كله كويس؟ الحمد لله. الف مبروك مره ثانيه يا هاله، ويعني هاله مصطفى ونادين السلعاوي ودينا عمرو. دينا عمرو. ايوه. هذا الثلاثي اللي هيكون معانا النهارده زي ما حضراتكم عايزين نفضل قاعدين لغايه الصبح. انا معاكم، ما عنديش اي مشكله النهارده، وطبعا معاهم اخوهم الكبير او والدهم زي ما حضراتكم عايزين، او كابتنهم بقى، كابتن طارق خيري المدير الفني لسله السيدات. كابتن طارق، اشرح لنا ايه اللي حصل النهارده والبطوله الاولى للنادي الاهلي سيدات في السله طبعا. لا انا اولا انا بشكرهم، بشكر جمهور النادي الاهلي. نعم. وبقول لكابتن محمود الخطيب النهارده وصل بالسلامه. ما انا بقول لك اليوم الحلو يعني، ما هو البطوله وبعد كده الكابتن خطيب، فيعني احنا ليه بشكرهم؟ لان احنا انت عارف ده دوري مرتبط. نعم. عندنا فرقه 16 سنه، فرقه سبورتنج، فرقه كويسه، فخسرنا منهم الماتشين. لو لا قدر الله كنا خسرنا اي جيم من الاثنين الكبار كنا خسرنا البطوله. هم قدروا يكسبوا فريق الدرجه الاولى سبورتنج كبار، نكسب الماتشين. على جيم النهارده احنا عندنا اول امبارح الماتش الاولاني للمحترفه اصابه المعتاد يعني، ان هي اي لعيب بيقع منك بيبقى ليه دور سلبي او سنه بيقل من الفرقه. الولاد على رجاله، مش حسينا ان هي موجوده، بالعكس كانوا افضل دفاعيا او هجوميا، كانوا مركزين جدا، والتوفيق الحمد لله كان في صالحنا. وصلنا في النهايه ان احنا عاملين جيم كويس قوي بنتيجه كويسه، تشرفنا وتشرف الولاد. طيب دينا، النهارده الماتش كان صعب ولا كان سهل؟ يعني هو اكيد ماتش صعب عشان ماتش فاينل. أوكي. وزي ما كان كابتن طارق قال في الاول، بعد شهر لو كنا خسرنا كنا ما خدناش البطوله، بس احنا كنا نازلين عندنا تارجت ان احنا لا عايزين نخلص الجيم. بصراحه احنا الحمد لله خلينا الماتش سهل وسهلناه علينا بادائنا طبعا. الماتش الاولاني بصراحه ما حدش بس ما حدش بخل باي حاجه، وكل موت نفسه ايا كان الدور المطلوب منه. وبصراحه سمعنا كلنا كلام كابتن طارق بجد في كل حاجه قالها. الحمد لله دي كانت النتيجه في الاخر، وربنا كرمنا يعني، ده كرم كبير بجد. نادين، اصعب وقت في الماتش كان امتى؟ هو اصعب ماتش كان من بدايه الماتش. بدايه الماتش بعد اجتماع الكوتش يعني، عشان فكره ان الصغيرين بتوعنا يخسروا واحنا علينا لود اكبر، المحترفه مش معانا واحنا متحملين مسؤوليه اكتر، فهي الصعوبه جت من كده. بس الحمد لله ان احنا قدرنا نثبت ان احنا كنا قد المسؤوليه طبعا يعني، ونفذنا تعليمات كابتن طارق. طيب هلا، برضو الماتشات معروف المنافسه دايما ما بتبقى ما بين اهلي وزمالك. النهارده اهلي وسبورتنج، والدور قبل النهائي الصيد، الدور اللي قبله اعتقد سموحه، كان الدور قبل السيمي فاينل كان سموحه، اللي قبليه كان الصيد. يعني في الاخر انا يعني المنافسه بتبقى مع الصيد اعتقد، او مع سموحه ومع سبورتنج بتكون اصعب كتير في في السيدات السله، مش كده؟ هو كان احنا بتهيألي الفاينلز تبقى 90% 95% بتبقى ما بين الاهلي وسبورتنج يعني على طول، في اي بطوله يعني. اسكندريه بقى، وبيحبوا السله في اسكندريه، بيحبوها جدا سبورتنج. نادي الاتحاد السكندري، بس الاهلي برضه الاهلي رقم واحد كبير طبعا. كده كده يعني احنا الحمد لله طبعا عندنا بطولات كثيره جدا في كره السله سيدات. ايه اللي جاي ايه بقى يا دينا؟ اللي جاي عندنا كده كام ماتش منطقه،
وبعد كده هنبدا بقى في الترتيب السوبر الاول السوبر 24 12 السوبر الاول ده طبعا بيبقى جيم واحد طبعا وان شاء الله بقى نبدا بقى في الادوار بتاعه الدوري يعني ده المنتهى بعد بكره على يعني يوم السبت الجمعه على طول يعني مش حتى وقت جمعه وسبت الجدول كان لسه محطوط قبل الماتش ف يعني مش هنلحق نريح حتى اصلا الميداليه مكتوب عليها ايه ممكن اتفضل افضل دوري المرتبط بطوله الدوري العام الممتاز سيدات والمرتبط فعشان كده الميداليه بالنسبه لكم برضو ما اعتقدش ان دي اول مره تاخدوا هذه البطوله يعني لا دي التامنه على التوالي كتير تسعه يا كابتن التسعه على التوالي التسعه على التوالي طيب الدوري العام بقى يعني احنا عندنا مثلا في الكوره الدوري العام بتاع السله المسمى بتاعه الدوري السوبر عندنا دوري السوبر ده هيبدا السبت احنا دوري المرتبط اللي احنا خلصناه ده اترتب من اول ال 16 يعني 16 فرق السبت والثلاثه هيتلعب بيست اوف 3 احنا الاول الحمد لله هنلعب ال 16 في بيست اوف 3 هتلعب اللي واخد المركز ال 16 اوكي والثاني هيلعب ال 15 وهكذا اوكي الثمانيه اللي هيكسبوا هيتقسموا مجموعتين ثمانيه في الممتاز الف وثمانيه بيلعبوا من التاسع لل 16 هيبدا ساعتها دوري السوبر بيلعبوا رايح جاي زي دوري عام رايح جاي وبعد كده بيست اوف 3 زي السله رجال زي تقريبا رجال. يعني هو ده نفس هو الوضع نفس وهو هو نفس النظام طيب مين يا دينا من شايفاه لما تيجي تبصي كده تقولي ده انا عارف ان هو راجل بس يعني تبص كده تقولي ان هو ده مثلي الاعلى يعني بالنسبه لنا اجابه كلنا عارفينها ما ينفعش تقول غيرها مصري ولا اجنبي؟ لا مصري بعد كابتن طارق طبعا بعد كابتن طارق طبعا بعد كابتن طارق معلش نبعد طارق اجابه عارفينها خلاص يعني بصراحه يعني لو اجنبي طبعا هيبقى اكيد ليبرون جيمس لو مصري هيبقى مودي الجرح مودي لازم مش هقول حد تاني انت كده لازم تقول مودي قفل على كده لازم الحكومه لازم ماشي عموما مفيش مشكله لكن الجمهور النهارده ودوره كان يعني هنجيب لقطات دلوقتي من الجمهور الجمهور النهارده نادين ودوره كان دور مهم جدا يعني انا الحقيقه لقيت مجموعه جيده من الجمهور موجوده وبتشجع الفريق لغايه اخر لحظه يعني احنا مبسوطين قوي الصراحه من عوده الجماهير ويمكن ده كان العامل الرئيسي ان خلينا نلعب ال 40 دقيقه ماسكين في الجيم عايزين نقدر ندوس اكتر يعني عوده الجماهير الصراحه يعني احنا كنا مستنيينها بقى لها فتره طويله جدا والجو كان رهيب يعني اللعيبه منفعله بطريقه غير طبيعيه مع الجمهور عايزين نكسب عايزين نبسط الجماهير اللي موجوده كانت قاعده ال 40 دقيقه بتشجعنا. طيب قبلها كمان في المرتبط كانوا قاعدين الايه؟ في ماتش المرتبط كمان الصغيرين كانوا موجودين كانوا معانا في اسكندريه برده في سب برج العرب الصراحه فحاجه جميله جدا 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 وكمان ان هم عاملين تيكتس كمان للبنات ودي اول مره حاجه تحصل انتوا رحتوا احتفلتوا معاهم اهو شايفكم انتوا بتروحوا تحتفلوا معاهم وانتوا مبسوطين وسعداء طبعا انه في النهايه احنا بنلعب ليه يا هاني؟ عشان الجماهير عشان الجمهور يتبسط سمعنا يا سمير طيب سمعنا صوت الجمهور احلى حاجه في الدنيا الحقيقه ان احنا نسمع صوت الجمهور وبما اننا هنتكلم عن صوت الجمهور قبل بس ما نتكلم اقصد عن صوت الجمهور كابتن طارق بعد اذنك هعمل لهم اختبار بس اختبار سمعي يعني هنجيب حد يتكلم ونشوف هم هيقدروا يعرفوه ولا لا حد زميلهم كمان يعني مش او زميلتهم انا يعني عرفت هي مين اكيد والله بنسبه كبيره يعني كمان طب خلاص قولوا انتوا انا كاني مش موجود انا عايزكم انتوا تتنفسوا بس
لا مش محتاجه الو. قولوا سرايا اول حرف من اسمها سرايا. اتفضلي يا دينا حضرتك ال الو الو ايوه ازيكم يا ابطال؟ ميزو راني ام في بي. ده مفيش حد يعني ام في بي ام في بي. اساليها انت بقى انا مش موجود. نيمو اتكلموا انتوا معايا انا مش موجود. وصلتي اسكندريه بالسلامه؟ لا لسه في الطريق. لسه؟ ماشي. توصلي بالسلامه يا ام في بي. منورين التلفزيون. منورين ازاي ما بتتفرجيش اساسا؟ المفروض كنت تيجي بس بتسمعينا يعني. المفروض كنت تيجي بس قالوا لي مسافره اسكندريه. لا خلاص هنكون خلصنا. انت فين انت فين دلوقتي؟ انا يعني لسه معديه الماستر شويه. لا لسه قدامك شويه حلوين. سهرة طويلة. طيب يعني رنيم برضو احكي لنا الموضوع ماشي ازاي وعلاقتكم ببعض عاملة ازاي؟ علاقتك بالكابتن طارق عاملة ازاي؟ طبعا كابتن طارق حبيبي والله. حبيبنا كلنا. علاقتنا كلنا كفريق وكل حاجة يعني أسرة واحدة. طبعا. كلنا بنحب بعض وده أهم حاجة يعني إن احنا كلنا فريق بجد كلنا بنحب بعض قلبنا. ايوه. فده طبعا بيساعدنا ان احنا نلعب في الملعب حلو ونكسب ونحسب البطولات. المباريات الصعبه يعني انا سالتهم على المباراه الصعبه قالوا لي سبورتنج. اللي قبل كده كان ايه اللي اصعب حاجه؟ غير سبورتنج يعني؟ غير سبورتنج لا في ممكن هليوبلس. سموحه. يعني كلهم فرق تحترم بصراحه. وانت بقى هي كابتن بتيجي وبتروح كل يوم ولا انا مش فاهم؟ امال ايه؟ مقيمه قاعده في القاهره. لكن هي النهارده بس عشان اجازه. انت بديهم اجازه قد ايه؟ يومين. مالكم مبسوطه؟ انت مبسوطه ولا؟ قوي الحمد لله. اجازه مبسوطين جدا. اربعة وخميس ده صعب ولا ايه؟ قوي. خدنا يوم خميس اجازه يعني ده حاجه كبيره جدا. والله هنخرج بقى وهنلبس ونخرج وبتاع والشغل اللطيف ده صح؟ نقعد في البيت. اخبار اسكندريه ايه؟ هتخرجي في اسكندريه بقى وانت مبسوطه وسعيده اكيد. ان انا راجعه اسكندريه؟ وخدت البطوله. والله جدا جدا الحمد لله كده بروحه فرحانه. بطوله ان شاء الله نكمل السيزون على خير كده وناخد كل البطولات ويبقى سيزون موفق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. لسه عندكم كام بطوله عايزين تاخدوها؟ فاضل لنا كده كاس والدوري سوبر اربعه ان شاء الله. اربع بطولات اخرى خلال الفتره القادمه. طيب البنات معاكي كابتن طارق معاكي حابه تقولي لهم اي حاجه او تساليهم حضرتك على الهوا اتفضلي. اقول لهم ايه؟ اقول لهم ان انا بحبكم بحب حضرتك كابتن طارق جدا وانا بحبك نطلع في كل البطولات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. جمهور الاهلي تقولي له ايه يا رنيم؟ جمهور الاهلي جمهور عظيم والله العظيم. النهارده بجد تعبوا مع كل ماتشات النهارده بس ساعه السيمي فاينل بجد تعبوا معانا فبجد يعني الحمد لله ان احنا فرحناهم النهارده ويعني ان شاء الله نفرحهم دايما يا رب. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا رنيم والف الف مبروك وشكرا جزيلا لوجودك معانا. كابتن طارق دايما دعم مجلس اداره النادي الاهلي في ظل هذه الظروف الصعبه الحقيقه خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه دعم مهم جدا. لا هو مش دعم هو بصراحه الفريق من ساعه ما انا مسكت قبل الموسم ما يخلص السنه اللي فاتت بشهرين. اوكي. من ساعه ما مسكت واحنا بنعمل فرقه. ما بخلوش لينا صفقتين قدرنا نجيب هاله نرجع هاله بيتها وانا كان انا بحب دايما اللي اتربى في النادي يفنش في النادي يعني لازم يكمل في بيته. هاله بيت سبورتنج سنتين او ثلاثه ومرال اشرف صفقتين تدعيم للفرقه على اللي موجودين الله اكبر عليهم فرقه كويسه. ما بخلوش يعني عايزين عايز اقعد مع هاله الموضوع ما خدش وقت. عايزين مع مرال ما خدش وقت. كنا بنجدد للسلعاوي وصنوها ما خدناش وقت. يعني عملنا الفرقه قبل والموسم بيخلص. دي كان بصراحه انا بشكرهم وبشكر بصفه خاصه يعني مع مجلس الاداره طبعا مع الكابتن محمود ومع الوزير وكل الناس بس انا بشكر خالد العوضي جدا. كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي مش طبيعي. تحاولوا تشوفوا لنا خالد يا جماعه كابتن خالد طبعا بالتليفون خلص هو قعد خلص معاهم مش مع يعني ايه هو اللي انجز معاهم. انا قلت له عايز اخلص انجز بنطلب الطلب في نفس اليوم يا بيجيب عليه موافقه او بيبقى في 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 انجاز سريع في الموضوع. بيتعب معانا جدا يعني انا بهديله المكسب النهارده تعب معانا جدا ان احنا نعمل فريق كويس يعني. واحنا بنتفرج على وانا بتفرج على التتويج
شايف كابتن خالد مبسوط يعني طبعاً. انا عارف يعني عارف خالد، فخالد لما يبقى كده يبقى مبسوط شويه قوي. هو بيحضني يعني حاسه، بيقول لك هو ما بينامش من الصبح لحد بالليل على كل الفرق، مذلل كل العقبات بالامانه، والموضوع سريع مش بياخد وقت. ده طبعا دعم من مجلس اداره اللي هو يعني قريب منه، انا بديله الفوز دوت وبشكره على المجهود اللي هو بيعمله معانا. طيب برضو اختبار اخر، معلش يا كابتن اتفضل. الو هلا، قولي هلا. الو الو سوكا، عملتي البانيه ولا لسه؟ الويلكم باك. ايوه عاملين ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه سوكا؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا سوكا؟ ازيك يا كوتش، عامل ايه؟ وحشتني والله. انا برضو مش موجود يا جماعه، اتفضلوا. توكا عامله ايه سوكا؟ اسالوا انتوا بقى. روحتي ولا لسه؟ اه لسه مروحه حالا اهو. احتفلتي؟ احتفلت. احتفلتي ازاي؟ طب ما انا معلش، انا عايز اعرف احتفلتي ازاي؟ ايه اللي حصل؟ كلتي يعني؟ كلتي صح؟ التليفون قطع شويه. يلا سلام يا تاكو. يا سوريا من ال مش قادرة أقول لك. سلعاوي كمان أكيل درجة أولى. لا 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 درجة أولى باين في شعرها. اه طالع لفوق. ايه قصة الشعر يا كابتن طارق؟ اسألها ولا هي عاملة حاجة خاصة بيها؟ اه اي كول ات باكيتس بان يعني. لا بتجيب لك ليا كده، حظ ليا لذيذ يعني. هي انا كنت بعملها في الاول وبعدين بقت حاجه وصغيرين بيقعدوا يسالوني وكده. كابتن طارق بيقول لي ان في ناس كتيره بتسالك وعايزين يعملوا كده يعني. فبس فعملت لها اسم بقى ان هي باكيتس بان، يعني بتجيب لي حظ في باكيت زي الباسكت بيعملها كدا. بيجيب بيبقى السكورر بيبقى لك كده لذيذ. وانت الدرع اللي قدامك او ايه؟ هدفت البطوله عشان ال عشان الباكيتس بان الباكيتس معروفه فلازم تبقى. اتفضلي. الو قالي مثلا ساعه بكلم نفسي، عايزه اقول لكم كده. بقى لها ايه؟ بقى لها تعب بتكلم نفسها. طب يا سوريا معلش، عشان انا برضو ارجع اسالك نفس السؤال. احتفلت. بتحتفل ازاي؟ هم قالوا لي ان انت بتاكلي. اه ما ده اساسي ده كده كده. اه ده كده كده يعني. حوت. حوت اكل ها؟ ايه والسلعاوي؟ بس مش باين عليهم يا كابتن. اه للاسف. على قدي على قدي. بتاكلي ايه طيب قولي لنا؟ انا بفكر بقى الصراحه كده، بطلب بقى كي اف سي بقى ولا حاجه. كنت اجيب ده الاعلان على حسابك ولا على حساب جردل؟ اجيب الجردل. اجيب الجردل. اجيب الجردل. اه يعني هاتي اكبر حاجه موجوده ممكن هناك الجردل. 21 قطعه لوحدها. لوحدها كام قطعه؟ 21. هتشيل ممكن هاتي دي عادي دي والله. لا لا للدرجه دي؟ يا جماعه الحاجات دي بتتحسد. تحسد؟ لو انت بيحوق فيكي قوي اصله. طب بقول لك ايه يا سوريا، اخر وقت كلتوا فيه قبل الماتش كان الساعه كام؟ من بدري. فانتوا ما كلتوش من الساعه 3 لغايه دلوقتي اعتقد يعني. والله العظيم قاعدين ميتين. لا يا كابتن، لا يا كابتن لازم تاكل، انتوا كده بتظلموا البنيه. انتوا كده بتظلموها، المفروض تاكل. ايوه صح، قول لهم حاجه. هي اكتر واحده فرحانه لان هي جايه من اصابه صليبي، فاكتر واحده فرحانه. اه لسه راجعه من صليبي من اربع شهور. صليبي وخدت هدفت هدفت الثري بوينتر. اه فده شيء جيد جدا طبعا وشيء رائع. طيب سوريا سوريا قول لنا برضو يعني مباريات صعبه كثيره جدا خلال هذه الفتره، لكن عودتك من الاصابه اعتقد بعد العوده من الاصابه والفوز ببطوله اعتقد شيء مشجع جدا لما هو قادم يعني. أكيد طبعا، هو الحمد لله أنا من أول الموسم من ساعة ما رجعت الصراحة والكوتش يعني مش محسسني إن أنا مصابة أو إن أنا لا محدش يدخل وهي داخلة على الباسكت محدش يقرب لها، لا خالص يعني الفرقة بتلعب بجد معايا عادي جدا وبيلعبوا أكني عادي لسه جايين من الأوف سيزون ونازلين الماتشات، فده يمكن إداني حتى نفسيا إن أنا نازلة عادي عايزة أكون مع الفرقة وإن أنا مستوايا كويس ومش حاسة بأي مش حاسه باي جاب يعني فرقة ان انا سبت يعني سبت سنه ورجعت تاني او 8 9 شهور ورجعت تاني، صراحه ده كانت حاجه نفسيا يعني معايا انا لا اثرت معايا كتير، وخصوصا كمان هي اصابه رخمه بس لما بيبقى الموضوع نفسيا ان انت نازل نفسيا كويس لا بس ده 80% من الاصابه هو ان انت تبقى نازل نفسيا كويس، خصوصا برضو ان انا النهارده لما خدنا البطوله مع الفرقه كان صراحه الفرقه كلها ادت يعني اداء رجولي جدا جدا، ما كانش فرقه مين في الملعب من مين بره الملعب، كل الفرقه الصراحه ما كانش فرقه خالص، اللي بينزل بيأدي احسن من اللي في الملعب واللي في الملعب بيطلع وينزل مفيش حد متضايق، كل الفرقه بجد كانت كويسه جدا النهارده،
ما حسيناش باي فرق، وخصوصا كمان الكوتش كان قايل لنا لا احنا مش كسبنا 10 15 ندوس 20 30، كل ده بيرد اعتبارنا تاني، وكل ده بيدينا ثقه في نفسنا ان احنا السنه دي موجودين مش عشان نكسب بطوله ولا بطولتين كده، لا احنا موجودين عشان نكسب كل الفرق وكل فرق سكور كمان. كابتن طارق لو عايز تقول حاجه لسوريا. لا لا ويلكم و يعني بشكرك على المجهود اللي بتعمليه على سامي سرايا، دي لنا حلقه خاصه مع بعض انا وهي. ايوه دي حقيقة، انا كده بقوله واكيد مش هقول على شادي، مش هينفع اقول على الهوا. لا انا سعيد خدت لقب 3 بونت، ده لقب بتاخده من زمان او دايما بتاخد في جايزه. حزنتنا النهارده ان هي قعدت تبكي بعد اول ماتش وهو بيخلص. مبروك ليكي ومبروك ليا ان انت موجوده معايا. حاجه بتسعدني يعني، انت عارفه شرف ليا. وكمان انا برضو عايزه اشكر الكوتش واشكر الفرقه، عشان حتى كمان الفرقه لما عرفت ان انا فاضل لي ثلاثيه واخد هدافه الثلاثيه، كل الفرقه بجد كانت بتساعدني، والكوتش حتى نزلني تاني. حصل شفنا ان خلاص الماتش كان يعني ما خلصش، بس خلاص يعني كل الناس كانت طلعت، والفرقه كمان لما عرفت ان انا كان فاضل لي ثلاثيه كانت حتى هاله بتبقى فاضيه بتتصلي لي، نديم يلا انزلي شوفيها. حتى انا لما قلت لدينا وقلت الحبيبه في الماتش، كل الناس حتى اللي كانت مش بتشارك وقت كتير كان التارجت بالنسبه له احنا عايزين يعني نبسطك نفسيا ان انت تاخدي جايزه، وانا كنت خلاص على ثلاثيه واحده، وكوتش ما يعني مش مجبر ان هو ينزلني تاني، بس هو عمل كده عشان عايز يساعدني ان انا نفسيا اكون كويسه. فعايزه اشكركم، وعايزه اشكر كوتش طبعا اول حاجه، وعايزه اشكر الفرقه طبعا على رجولتهم بجد في الملعب. واحنا بنشكرك برضو يا سرايا على وجودك معانا، والف الف مبروك. اسيبك تاكلي بس واحده واحده، احنا ساعه كام بالراحه على المزمزه واحده، فيعني خلي بالك انت هتنامي، هتلاقي بكره 3 4 كيلو زياده. كابتن طارق مش هيسيبك، خلي بالك. مش خساره في الجايزه يا كابتن، سيبها تتبسط، مش خساره في الجايزه، خليها تتبسط. خليها تتبسطي النهارده. اتكلمت في نقطه دي سبب مكسب النهارده بامانه، ان هي يعني هي ايكوال مع واحده على 3 بونت، فاضلها 3 بوينت واحده، الاربعه بيخدموا عليها عشان تاخدها. واللي في الملعب كلهم نجوم. الحاجه اللي بتسعدني انا من كلام المدربين او زمايلنا ان الفرقه لما جينا نجمعها فيها اسماء كتير كبيره غير الناس القديمه اللي موجوده، فكان الناس كلها قلقانه هيبقى في كنترول او سيطره على الفرقه ازاي، ان هيبقى في دي لوحدها ودي عايزه تلعب، اشمعنى لا هناخد التي في والميديا والكلام ده. الحمد لله رب العالمين ان هم بيتعاملوا مع بعض ان هم فرقه واحده، قادرين يعني الفاضي ياخد الكوره او اللي ياخد التراي بتاعه. دي انا بشكرهم عليها، دي حصل فعلا. انا بشكرك جدا يا سرايا على وجودك معانا، شكرا جزيلا، والف الف مبروك، وان شاء الله بطولات كثيره قادمه للنادي الاهلي. كابتن طارق برضو هتكلم مع حضرتك فيما يخص كابتن خالد العوضي. قال لك ايه في التتويج النهارده؟ انا كنت شايفكم بتتكلموا. مبروك، فرحان جدا. الحضن بتاعه، قلنا الصوره يا شباب، الثمار تعبه معانا، احنا بنقعد نخطط نعمل الفرقه دي ازاي. عارف انت لما بتبقى بتجمع فرقه وبعدين تلاقي ان في الاخر نتيجه ايجابيه، بتبقى من جواك كده بتحس بالسلام او بالحضن، او هو حتى بيقول مبروك. الحضن باين اهو هنا في الاول، كان فرحان جدا. شويه انا بحب دايما لحظات الفرح والتتويج بتبقى لحظات مهمه جدا في تاريخ وحياه الواحد، يعني طبعا. حياتك دايما كلها، انا دلوقتي لما باجي اقعد مع اولادي بقول لهم انا خدت 24 بطوله مع النادي الاهلي في الكوره، يعني انا بقول لهم انا خدت 24 بطوله مع النادي الاهلي، خدت 20 يعني طبعا مع النادي الاهلي واربعه طبعا. فبتقعد تتكلم تقول في سنه 2000 واحد بحط رجل على رجل، واحد بيبقى مبسوط، مش هتحسوا بالكلام ده غير بعد ما تبطلوا. الواحد لما بيبطل، والله يا كابتن طارق اكيد حضرتك فاهم وعارف الكلام ده كويس، طبعاً. بعد ما الواحد بيبطل بيحس ان هو يعني عمل حاجه انجاز، وانجازات كتير جدا، لكن ده الفرق. اسعدت الناس دي، اسماء كتير اسعدت الناس. برافو عليك كابتن طارق، لانه احنا كنا بنتكلم او انا كنت بتكلم على موضوع ده الاسبوع اللي فات، ان هناك بعض اللاعبين، على فكره الاثنين صح، ولكن هناك بعض اللاعبين في الكوره عندنا اختاروا ما بين التاريخ وما بين الجمهور وما بين الفلوس. الماليات على فكره مش غلط، ولكن التفكير بيوديك لفين؟ التفكير بيخليك تروح لل، هل ده بيحصل عندكم برضو يا دينا؟ لا بصراحه عمرها ما حصلت، بدليل انه
يعني مش حابه اتكلم عن حد او كده، بس نفس اللي حصل في أندية اخرى حصل عندنا، بس هو مش اوبشن اصلا، مش يعني اوبشن، لا لا خالص. والمعروض اعلى. اتعرض عليهم برضو كابتن طارق الفتره اللي فاتت، اللي انا عارفه ان كان في يعني مناوشات كتير من بره اكتر من اللي بياخده جوه النادي، بيفضل النادي. بالظبط. ايه اللي بيخليكوا تفضلي النادي يا نادي الاهلي؟ انا ليش حاله خاصه. انت حاله خاصه صح، بنت النادي يعني، حضرتك عارف بابايا يعني ومامتي واخواتي، فانا موضوع بالنسبه لي هو فعلا عشق للكيان ده نفسه. الواحد كفايه ان هو بيبقى اسمه بيلعب في النادي الاهلي وفي جماهير في ظهره على الحلوه والمره زي ما بيقولوا، فده شرف كبير لاي حد اصلا يعني. بحس ان كل اللعيبه اللي في اي انديه بره بتبقى نفسها تيجي النادي الاهلي عشان يبقى اسمها بتلعب في النادي الاهلي، فدي احنا اصلا يعني بريفليج لينا قوي ان احنا نبقى يعني متعظمين في النادي الاهلي بتاعنا. هلا الكلام اللي هي بتقوله ده لنادين، بتقوله ده كلام حقيقي؟ اصل اللي يسمع الكلام ده هيقول لك ايه يا جماعه انتوا بتمثلوا علينا. والله انت ما بتسمعيش الكلام ده؟ لا اكيد بسمعه. يعني لما انت مثلا حد يجي يعرض عليكي، ما هو ما تزعليش مني برضو، انت اكيد بتاخدي فلوس في النادي الاهلي يعني، وفلوس كويسه. فبالنسبه للسيدات اعتقد ان انتوا ما بتاخدوش فلوس قليله، بتاخدوا فلوس كويسه بالنسبه للي موجود، وبالتالي اللي يسمع الكلام ده يقول لك ايه يعني يا جماعه انتوا بتضحكوا علينا بالكلام ده، اللي هي روح الفانيلا الحمراء واللي مش عارف ايه والكلام اللي بتقولوه. لا بس احنا يعني احنا الثلاثه تقريبا متربيين في نادي الاهلي، انا ودينا كمان انا معاها من واحنا عندنا 8 سنين تقريبا. انا خرجت ورحت سبورتنج سنتين بس رجعت لبيتي تاني، شكرا طبعا كابتن طارق. من اخر ماتش في السيزون قال لي بكره هنمضي، اوكي هشوف هستناكي في النادي الاهلي. وكابتن خالد العوضي طبعا وكابتن عامر فاروق ما تاخروش عليا في اي حاجه، مبسوطه جدا اني رجعت تاني بيتي يعني. ما 8 سنين انتوا كنتوا مع بعض 8 سنين، دلوقتي كام؟ عندك 11 سنه؟ عندي 29 سنه. هذا من واحنا لسه في تحت 10 سنين. انا وهلا تحت 10 سنين كنا من تحت، جايبينها من تحت قوي. من عايشين تحت قوي قوي. لا من ايام ما ملعب الباسكت في النادي عندنا كان لسه بلاط الناحيه الثانيه بدل المدرجات. بدل التتش يعني. بدل التتش بالظبط يعني زمان. بتحبوا مين من لعيبه الكوره يا دينا؟ يعني حسام غالي. اوكي. اكيد. اللي بيلعبوا دلوقتي؟ ابو تريكه بقى يعني بركاته، طاهر محمد طاهر صديقنا دينا. لا يعني كله عشان ما حدش يزعل بقى بصراحه. بحب الاهلي. نادين طاهر؟ انا بحب طاهر. اشمعنى؟ في النادي الاهلي. بتحب طريقه لعبه؟ وبحسه كده فن يعني فنان. بحبهم كلهم. مش كروية قوي لولي كده. وكابتن محمود متولي اكيد. محمود متولي. اخويا الكبير يعني. والله؟ متولي عنده طريقة كده في اللعب بيطلع بيها من بيطلع بالكرة يعني من ورا. فبتبقى ليه. هلا مش هتقولي لي؟ بحب محمد صلاح. مش حلو؟ مش كروية. مش كروية. في حد ما بيحبش محمد صلاح اساسا؟ لا هقول لك انا بحب حد في اللي هو عنده اللي جاله صليبي. صليبي؟ ولسه راجع. جاله صليبي. اكرم توفيق بحبه جدا. انا بحب الناس الفايترز دي قوي قوي. والله. هي طريقة لعبهم كده. ديفندر. بوزيشن كابتن اسلام. ايه ده؟ انت شفت؟ لا نفس البوزيشن. ايوه صح. بحب كابتن اسلام كمان طبعا.